بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. يوم جديد من بريمو النهارده طبعا، والحديث عن الاهلي الحقيقه، وما زالت الافراح مستمره. يعني دوري الابطال، البطوله الاقوى في القاره بالنسبه للانديه، لا جديد، الاهلي بيحصل عليها مره اخرى من خلال تواجده الدائم في النهائيات. نادي الاهلي اصبح العقده الموجوده لدى الانديه الافريقيه من خلال تواجده في هذه البطوله. عايز تكسب البطوله، الاهلي ما يبقاش موجود. الاهلي موجود، هو صاحب اللقب دائما من خلال تواجده القوي والوصول لاكثر الانديه حصولا او وصولا للنهائيات، وبالتالي الاكثر حصولا على هذه البطوله من خلال الارقام، 12 بطوله بالنسبه للنادي الاهلي. وبالتالي لما نيجي نبص كده، العقده بالنسبه لاي نادي عايز يحصل على البطوله دي هو النادي الاهلي. عشان يكسبها الاهلي مش موجود، الاهلي موجود انسى. وبالتالي هل الاتحاد الافريقي في وقت من الاوقات ممكن يقول لك خلاص خلوا الكاس عندكم على طول، بحيث ان احنا عارفين ايه اللي في الاخر هيحصل؟ ده يعني من باب الدعابه يعني، لكن في الاخر هي بطوله صعبه، واللي بيجتهد فيها هو اللي بيحصل عليها. النادي الاهلي باجتهاده، بنظامه، بقوه مجلسه واستقراره، بجماهيره الكبيره طبعا رقم واحد قبل اي شيء، دائما هو صاحب الحظوظ الاكبر في هذه البطوله. نيجي نبص مجلس الاداره وتوفيره لكل الامور الخاصه بالفريق والاستقرار الموجود والهدوء الموجود بوجود نجم كبير زي كابتن خطيب في مجلس الاداره كرئيس للنادي، وجود طبعا نجم كبير ايضا كمدير للكوره كابتن خالد بيبو، كولر كمدير فني، واستقراره ايضا مع الفريق وحصوله كمان على هذه البطوله قبل كده، لاعبين على اعلى مستوى يعتبروا الافضل في القاره الافريقيه، شيء طبيعي. هذه المؤسسه الحقيقه مؤسسه النادي الاهلي دائما لما نيجي نبص كده عليها ماشي الامور عشان فيها النظام فماشي. هنيجي نبص لانديه موجوده في القاره ماشيه بنفس الطريقه، ممكن تلاقي انديه غنيه على فكره، وتلاقي انديه عندها فلوس ومؤسسه موجوده، لكن ايه اللي السر في النادي الاهلي؟ هقول لكم ايه السر. جمهوره، جمهوره اللي بيحرك كل ما يدار داخل النادي الاهلي، و مجلس إدارة يحب دايما ان جمهوره يبقى سعيد. اللعيبة نفس الشيء، الجهاز الفني نفس الشيء. فبالتالي العامل الأكبر هو جمهور النادي الأهلي اللي بيخلي النجاح مستمر لدى إدارة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي بالكامل حقيقة، سواء بقى كرة القدم أو اليد أو السلة أو الطايرة. وبالتالي ده اللي احنا شايفينه من خلال وجود النادي الاهلي في جميع اللعبات بقوه الحقيقه في القاره الافريقيه، ووجوده في كره اليد في كاس العالم للانديه، الطايره وايضا السله و و وحاجات كتير جدا اما نيجي نذكرها بمنتهى القوه. بالامس النادي الاهلي بطل افريقيا مره اخرى، قلت لكم مفيش جديد، الزعيم، عم المجال، القاب كتيره الحقيقه، سيد افريقيا، القاب كتيره، لكن زي ما بقول لكم في الاخر أصبح النادي الأهلي هو عقدة الأندية المتواجدة في القارة الأفريقية للحصول على هذه البطولة. يا رب دايما فرحانين، ننتظر السوبر الأفريقي ما بين الزمالك والأهلي، واللي هيصبح مصري رسميا هو يصبح مصري بعد فوز النادي الأهلي بالأمس. نشوف بقى سوبر جديد ومتعة كرة القدم ما بين الناديين الكبار، الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي. فكرة الديربي او لقاء القمه بيكون مختلف الحقيقه في بطوله مختلفه، وهي بطوله السوبر المصري. يمكن في اجيال في الوقت الحالي ما شافتش السوبر الافريقي الاول الحقيقه، واللي كان ما بين الاهلي والزمالك واللي كان موجود في التسعينات، في جيل دلوقتي هيشوفه من جديد، ولكن طبعا بعد عمر طويل، بنتكلم في 30 سنه، الوضع اكيد مختلف، الشكل اكيد مختلف، الانتظار لهذه المباراه اكيد هيكون موجود، والناس هتسأل امتى وفين الاتحاد الافريقي هيقرر يلعبها امتى، بس هو اكيد يعني هيكون قبل الموسم الجديد، وفي نفس الوقت هتلعب في مكان فين المكان، هل داخل القاره الافريقيه، واتمنى ان هو يكون في مصر، ولا هيكون خارج القاره الافريقيه. ده الاتحاد الافريقي هو اللي هيقرره من خلال طبعا الفتره القادمه. ان شاء الله نشوف سوبر افريقي قوي. طيب الحقيقة وإحنا بنتكلم على الأهلي وسعادة الجمهور وسعادة كل أبنائه الحقيقة، يعني
انا امبارح تغنيت حقيقه، انا اهلاوي انا والفخر ليا الحقيقه كاهلاوي الحقيقه، بعيد عن وجودنا في الحياه كمقدم برامج، لكن في الاخر انت ما انا موجود وكل عارف، كل عارف وفاهم ان في الاخر لما بتبقى ناديك بيكسب بتبقى مبسوط وفرحان ايا إن كان انت وضعك ايه وبتقول ايه، لكن سعادتنا كانت بالغه بالامس الحقيقه، وكانت يعني سعادتنا موجوده ايضا وبالغه لما الزمالك برضو اخد كنادي مصري ده خد الكونفدراليه الافريقيه، وبالتالي يعني احنا مبسوطين كلنا مبسوطين، المصريين كلهم مبسوطين، ونستمر الحقيقه في السعاده، ويا رب ان شاء الله منتخبنا الوطني يكمل على خير من خلال وصوله لكاس العالم بامر الله. خلينا نروح بقى لواحد من نجوم النادي الاهلي وكباتننا الكبار، كابتننا الكبير كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي السابق، وتعليقه على فوز النادي الاهلي بالبطوله رقم 12 في تاريخه في هذه البطوله دوري ابطال افريقيا. كابتن شريف تحياتي لحضرتك. كابتن شريف. كابتن فاروق ازيك؟ ازيك ابو الكباتن، ومبروك لحضرتك يا كابتن، مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته وكل محبي النادي الاهلي في كل مكان. مبروك لمصر الحقيقه، الفوزين الكبار نادي الزمالك ونادي الاهلي حقيقه يعني بهجة كبيرة في طريق الرياضة في مصر الحقيقة، كنا صحيح. محتاجين الأجواء اللي هنشوفها الشهر الجاي أو ستمبر إن شاء الله على حسب تحديد المباراة اللي جاية بإذن الله. فاروق الأهلي بيعمل حاجات بينافس نفسه وبينافس الدباجرة اللي إحنا بنقول عليها دي وكل حاجة، ولكن في سر غريب جدا أنا يعني بيستوقفني عند فريق النادي الأهلي، يخش دوري المجموعات في أفريقيا يطلع الثاني يقابل اعتى الفرق بيجي بيوصل الفاينل عنده وبياخد البطوله، عنده ثقافه وخبرات كبيره قوي في البطوله دي يا فاروق. اعتقد انت مريت بالظروف دي كلها وكلنا مرينا بالظروف دي، بنشير لحاجه مهمه جدا ان ما ينفعش كل اللي بيحصل ده، غير انك يستوقفك حاجه غريبه جدا ان سبب الحاجات دي كلها وسبب النجاحات دي مش مدربين ولا اي حد تاني غير ده، دارة قوية جدا عندها مسار ودستور بتلعب عليه يعني. صحيح. لما واللي بيلهم الادارة كابتن الجمهور قبل، يعني ده رقم واحد اللي لا الجمهور ده خليه على جنب، انا وانت جمهور لما يعني بس انا الجمهور الاهلي ليه نوعية مختلفة الحقيقة كابتن. لا احنا انا وانت والجماهير وكلنا جمهور دلوقتي طبعا. كل واحد فينا كمان ليه وجهة نظر يعني انا كان نفسي يلعب بعفشه من اول الماتش، لا انا كان نفسي يلعب بثلاثه فلات ورا، انا كان نفسي مش عارف ايه، لا وبترجع للقصه الاداره بتدي ملكه لاي مدرب بيجي في التصرفات في القرارات في اي حاجه، ما بتشوشرش عليه ما بتعملش اي حاجه وبيكتب لها النجاح. صحيح. فهمتني ازاي؟ صحيح صحيح. على مدار العصور الحقيقه كابتن يعني من قديم الازل طبعا انت عشت وشفت وانا عشت وشفت اجواء وغرف ملابس قبل المباريات بيبقى شكلنا عامل ازاي واحنا رايحين نلعب فاينل واحنا رايحين جايين نلعب الاوي واحنا عندنا الاهداف واحنا بنقعد نتكلم مع بعض واحنا الاهلي والزمالك حاليا طبعا بعد الشكل اللي عمله الجديد ده باللعيبه بالروح اللي احنا شفناها بتاعت ماتش الزمالك برضو في شكل جديد يعني في تناول البطولات او في تناول الادارات للمسار بتاع الانديه الكبيره يعني. صحيح. كابتن خليني اسالك سؤال مهم جدا كابتن، نادي الاهلي 12 بطوله دوري ابطال كونفدراليه سوبر افريقي 9، فكره هل وصل لبعض الانديه داخل القاره الافريقيه الحاله من الياس في وجود النادي الاهلي في الحصول على بطوله من البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي؟ هو اسم كبير جدا وما بتنزل تلعب قدامه بنحس ان هم بينتظروا منك انت هتعمل ايه الاول، ما بقاش هم فعل في الاول على طول بيستنوك بيفضلوا رد فعل وانت بقيت عندك زي ما قلت لك ثقافه وخبرات كبيره جدا في التناول في تناول المباريات، فبتنزل لما بتلعب بره ارضك بيجي لك هدوء بتقسم عليه المباراه بتجد صاحب الارض والجماهير وبتمتص النزعه اللي هي بتبقى موجوده فيهم ان هم عايزين يخربشوك عايزين يكون ليهم اي حاجه منهم يطول منك، فلما
يخش بيك هدف في البطوله كلها وما تتغلبش ولا مباراه. اه طبعا في المستقبل خلاص انت بصمت بصمه كبيره جدا. صحيح. انك انت ما بتهزرش، عندك استعدادات كبيره جدا، عندك تناول للاشياء وتناول للانديه وتناول للبطولات بمنظور تطوير وانجازات. فهمتني؟ يعني بنلعب على الكلام ده. بقول لك ايه يا فاروق؟ ده لو الاهلي ده معاه اتنين فراوده جامدين كمان جم جايين في الميركاتو اللي جاي، ها؟ اه وباك ليفت، قول لي امتعنا يا كابتن، قول لي. وباك ليفت 100 100 مع رجوع اصابات زي ديانج وعمر كمال عبد الواحد يبقى موجود والدنيا بقى تزيط، انت هتبقى في دنيا تانية. صحيح. نلعب على ده ونتمنى ده. وزي ارجع لكلمتك الاخيره، كله الحقيقه يصب الجماهير الجميله اللي احنا شفناها، ده رقم واحد في الملاعب في المباراه اللي فاتت. اكيد وجود كابتن خطيب على راس مجلس الاداره بيضيف اشياء كتيره جدا. بيضيف اشياء كتيره جدا للمنظومه نفسها يا كابتن، لان انا كنت بتكلم الحقيقه نجاح النادي الاهلي ليس فقط في كره القدم، ووصول النادي الاهلي في كره القدم لكاس العالم الانديه، انت عندك الطايره، اليد، السله، برضه نفس الشيء تقريبا. فاما باجي ابص كابتن خطيب لعيب كوره نجم كبير، لكن انت بتشوف الالعاب الاخرى برضه نفس الشيء، فنجاح المنظومه نفسها ما شاء الله يعني كمجلس اداره على راسها كابتن خطيب. خلاص يعني لازم تبتم محمود الخطيب كادر ومن الكوادر زي ما انت قلت، من اول ما حصل على 82 اول كره، اول كاس افريقيا خدناه كلنا دوري ابطال الحمد لله، وهو خد احسن لاعب في افريقيا، وترجم مشواره بالمجلس الاداره وبالتدرج وبكل حاجه، زي النتيجه اللي احنا فيها دي كلها، ومن بقى من اقوى الرؤساء اللي مروا في عصر النادي الاهلي على تاريخه. يعني الحقيقه كنائب وكعضو وكرئيس ملفاته كبيره قوي يا فاروق. صحيح. ملفاته في جميع اللعبات، وما حدش يزعل منه مننا ولا حد يتضايق ولا حد، لا ده عنده عبء غير عادي تجاه المسؤوليه والمؤسسه، بيتفانى فيه الشخص ساعتها وبينسى. صحيح. اللي حواليه كمان جمهور كبير يعني، كابتن كمان عايز يسعده يعني، بنسى اللي حواليا عشان مصلحه المؤسسه نفسها. صحيح. فنبارك له كمان وربنا يديله على قد مجهوده هو ومجلس ادارته. المجلس الاداره كله طبعا. يعني في شخصيات موجوده في مجلس الاداره بتتفانى يعني لما تقرب منهم فاروق كمان، يمكن انت في شخصيه زي الدكتور محمد شوقي. الدكتور محمد شوقي ده دينامو مش باين، مش محسوس، هو طول عمره حتى لو كان لما كان خارج يعني المنظومه نفسها كابتن، شخصيه جميله ويعني شارب كمان دستور النادي الاهلي شكله عامل ايه طبعا. صحيح. بمرتجي ببقيه الاعضاء كلهم الحقيقه، كلهم عندهم من الخبرات دلوقتي، والشباب كمان اللي موجوده كمان كابتن، حاجه محترمه كلهم وكادر محترم. كلهم طارق قنديل والجرحي طبعا الفتره اللي قعدها، ودماطي محمد سراج كله محمد سراج الفتره اللي عاشوها مع كابتن خطيب شربوا الدنيا كلها عامله ازاي حقيقي. احنا نبارك لهم ونبارك لنفسنا. مبروك طبعا لمصر كمان. طيب والحمد لله. خلينا كابتن اخد منك المكاسب من بطوله امبارح من وجهه نظرك. مكاسب كتير قوي، ماديه ومعنويه ونفسيه وبتفتح عليك سكه رؤيه اقوى من الماضي. يعني عارف انا مهما كتبت او مهما اخترت بيبقى عندي ايجابيات وسلبيات. مش هتتمنى الدنيا انها تبقى سليمه في كل حاجه. فاهمني قصدي؟ يعني الكمال لله وحده، يعني مش هتلعب اداء كويس قوي وتكسب في نفس الوقت. صحيح. لا، انت ربنا بيديلك على قد نياتك وبيديك على قد المجهود اللي بتبذله، بيطلعك بنتيجه 0-0 في الفاينل، ويخليك خلي الفرقه دي تعدي على فرقه من اقوى الفرق اللي هي صن داونز، وتيجي تقابلك خايفه منك وقلقانه منك وعايزه تخطفك بسيناريو، انما ربنا بينجيك من كل ده. صحيح. لانك انت بتسجد وعارف الدنيا ماشيه ازاي. الحمد لله. الفترة الجاية انا قلتها لك في وسط الحديث بتاعنا كده، نلعب بقى على اثنين فراودة كويسين وباك ليفت والحكاية دي. ومبروك عودة ديانج وهارد لك. في بعض اللاعبين يا كابتن لأول مرة بياخدوا بطولة افريقيا، امام عاشور، وتعليقك على أول بطولة ليه من وجهة نظرك كابتن يعني بالنسبة لإمام. امام عاشور ده لو جنبه قفشة بيلعب والاثنين لعيبة دي لعيبة كورة كده من البداية، ده بقى الحاجات الفنية بقى من البداية. قصدك امبارح؟
من ده بلاي ميكر قفشه، ده داهيه من دواعي الكوره في مصر. لدرجه ان حسام ما بيشتغلش عنه، واخده كمان في المنتخب وحاسس بيه ومقدر قيمته يعني. التفكير بقى في التامين الدفاعي والتوازن الدفاعي الهجومي والحاجات دي مش بتاعتنا، دي بتاعت بقى مدير فني هو اللي بيتحاسب في الاخر على كل ده. لا انا قصدي امام عاشور اول بطوله ليه مع النادي الاهلي افريقيا كابتن، يعني احساس مختلف اكيد بالنسبه لامام. لعيب 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 بروميسنج جدا وحكايه كبيره يعني. لما انا عشان كده بقول لك لو حطيت جنبه لعيب كوره جنبه زيه هيفضي نفسه بقى للفيرويد، لللاين فيرويد هناك، والشوط والتوغل وضربات الجزاء والاجوال، ولعيب عايز جنبه لعيب بس ظهره كده صح يامن له الحياه. كان هايل امبارح يا كابتن. طيب ماذا بعد كابتن بالنسبه للاهلي وحقيقه الدوري وكاس مصر بقى خلاص الامور بالنسبه للبطوله المحليه؟ النادي الاهلي الدوري ده حكايه ثانيه بقى، بقى فاضي ليه الحقيقه؟ هيلعبوك 9 ماتشات في 25 يوم ولا حاجه، دي مصيبه ثانيه دي. بيخلصوا بقى على يعني الدوري هيبقى فيه مواجهات نادي كبيره. انت هتلعب 9 ماتشات في 27 يوم، دي قصه ثانيه دي. من يوم ما ترجع من يوم 12 14 هتلعب و16 هتلعب و19 هتلعب و21 هتلعب و24 هتلعب و27، ده قصه كل يومين ماتش، دي قصه قاتله يعني. احنا يعني في الاخر فكره الدوري الممتاز والمنافسه اللي موجوده حتى الان، طبعا منافسه صعبه خصوصا البيراميدز متفوق حتى الان. بطوله السوبر كابتن برضو الاهلي والزمالك، شايفها اللقاء القمه ده بيبقى مختلف لما خصوصا لما بتبقى في بطوله مختلفه غير الدوري والكاس كابتن؟ هتبقى من اقوى المباريات النسخه دي، هتبقى اقوى نسخه هتتفرج عليها بين الاهلي والزمالك يعني. اقوى مباراه يعني قصدك اقوى من اقوى من نهائي القرن في دوري ابطال يا كابتن؟ اقوى من اي حاجه هتبقى اداء ومضمونا ومفهوما وكل حاجه. تمام. طيب كابتن حسام، كابتن طيب سيبني بقى عشان عايز اروح انا. ده انا كنت عايز اكلمك ميدو دلوقتي. عندك ايه يا كابتن؟ عندي ميدو دلوقتي، ميدو قاعد يرن لي وانا ده على طب روح لك احمد حسام ميدو حبيبنا برضه. ماشي يا كابتن، اشوفك بالليل ان شاء الله. كابتن شفا بمنى واحد من نجوم النادي الاهلي واخويا وحبيبي طبعا، من الشخصيات الطيبه جدا والمحبه للنادي الاهلي وجمهوره بشكل غير طبيعي الحقيقه. كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي السابق. طيب خليني اقول لكم، كنت لسه عايز اتكلم مع كابتن شريف لان هو جاب سيره قفشه ان هو دخل المنتخب، فالقائمة الرسمية أعلنها كابتن حسام حسن. خليني أقول لكم القائمة الخاصة بمنتخبنا الوطني عشان المباراتين غينيا بيساو أو بوركينا فاسو في البداية، ثم غينيا بيساو إن شاء الله في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. محمد الشناوي حراسة المرمى، مصطفى شوبير، محمد عواد، مهدي سليمان ده حراسة المرمى، ثم محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا، ومحمد شريف. دي القائمة الخاصة لمنتخبنا الوطني لمعسكر يونيو طبعا ما قبل مباراة بوركينا فاسو وغينيا بيساو المؤهلة لكأس العالم إن شاء الله. منتخبنا كل التوفيق ليه، يا رب كابتن حسام حسن يكون اختار الأفضل للفترة القادمة خصوصا المباراتين دول، أيا كان في ظهر الكابتن حسام في ظهر اللاعبين إن شاء الله يقدموا أفضل ما لديهم في الماتشين دول بأمر الله. هنتكلم على القائمة وهنتكلم على أمور كتير خاصة بمنتخبنا الوطني والأفراح اللي موجودة في الأهلي والزمالك. خلينا نطلع لفاصل وارجع بعد الفاصل أخبارنا أخبار البنوة أكون مع حضراتكم. تمكن فريق الأهلي من تحقيق العديد من الإنجازات والأرقام القياسية المميزة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 12، وفاز الأهلي على الترجي بهدف دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنهائي دوري الأبطال ليحسم اللقب الـ 12 في مشواره، وبتعتبر دي المرة الثانية في تاريخ الأهلي بدوري أبطال أفريقيا اللي بيتوج فيها باللقب بدون هزيمة بعد نسخة 2005، وللمرة الأولى في تاريخ الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بيحقق خلالها 13 كلين شيت فاهتزت شباكه مرة وحيدة. الأهلي في 22 مباراة بدون خسارة في دوري الأبطال،
كمان بيمتلك رقم قياسي في البطولة، وهو لعب 16 مباراة على ملعبه في الأدوار الإقصائية حقق فيها كلها الفوز. وبيعد مصطفى شوبير هو الحارس الوحيد في تاريخ الأهلي اللي توج باللقب بدون اهتزاز شباكه في 9 مباريات، وبيعد هذا هو التتويج الأول بدوري أبطال أفريقيا لعدد كبير من لاعبي الأهلي، وهم إمام عاشور وأنتوني موديست ووسام أبو علي وكريم الدبيس وكريم نيدفيد ورضا سليم. وبعد فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا رفع رصيده في سباق الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية بين أندية العالم ل 26 لقب، وهيخوض المارد الأحمر مباراة السوبر الإفريقي أمام غريمه الزمالك المتوج بلقب الكونفدرالية. وبيتصدر ريال مدريد ترتيب الفرق الفائزة بالألقاب القارية على مستوى العالم برصيد 29 بطولة، وبيأتي خلفه الأهلي بفارق 3 ألقاب، لكن الفريق الملكي هيكون بإمكانه إعادة الفارق لما كان عليه لما هيواجه بروسيا دورتموند الألماني السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن. طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية. النهاردة في الدوري المصري أسبوع 25 كان في عدة لقاءات، البنك الأهلي والإسماعيلي وتعادل إيجابي 2-2. الحقيقة نادي الإسماعيلي قدر في آخر دقيقة أنه يحرز هدف التعادل من خلال عمر السائل، الحقيقة هدف جميل. أيضا مودرن فيوتشر والمصري وتعادل سلبي 0-0، ثم طلاع الجيش بيفوز على بلدية المحلة 1-0. ده الأسبوع 25 وهذه المباريات واللقاءات النهاردة في الدوري الممتاز. النهاردة هي الإسماعيلي يبحث عن الفوز، ولكن كان خسران 2-0 وقدر من خلال الشوط الثاني انه يحرز هدفين، ويعني نقطة احسن من ما فيش. تراوري وعمر الساعي، تراوري الهدف جه في الدقيقة 80، ثم عمر الساعي في الدقيقة 96 زي ما بقول لكم كده احرز هدف التعادل، نقطة زي ما بقول لكم احسن من ما فيش بالنسبة للنادي الإسماعيلي اللي يعني موجود في المركز ال 12 برصيد 27 نقطة، أما البنك الأهلي فموجود في المركز 14 ب 23 نقطة. خلينا نروح للأستاذ محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي وتعليقه على هذا اللقاء ونقطة التعادل بالنسبة لنادي الإسماعيلي. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك. ألو كابتن، إزاي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير يا كابتن. يعني تعادل اعتقد او نقطه بالنسبه لنادي الاسماعيلي مهمه النهارده، خصوصا يعني التاخر بالنسبه لنادي الاسماعيلي كان صعب والرجوع كان متاخر شويه بالنسبه للفريق. يعني الحمد لله النهارده طبعا كنا بنسمح بالفوز ورايحين، لو تابعنا كده اللقاء احنا بنسعى على الفوز من اول دقيقه في الماتش، حافظين على معظم مجريات الامور، وصلنا للجون كتير الشوط الاول. انما يعني العاده زي ما قلت لحضرتك قبل كده في البرنامج، احنا اجوان بتيجي فينا في اخطاء فرديه وما بنستغلش كل الفرص اللي بتجيلنا. النهارده برضه حصل نفس الاخطاء دي، انما الحمد لله اللعيبه كانوا على قدر المسؤوليه، قدروا ان هم يعني ان احنا نرجع من 2-0 ل 2-2 من اول دقيقه 80. دي حاجه بحيي اللعيبه على روحهم فيها، بحيي الجهاز الفني على تغييراته اللي عادت تروح للفريق ثاني. يعني كنا نصح ان احنا نفوز ونرتاح شويه، انما في كل حال من الاحوال يعني الحمد لله في المرحلة دي ان ما كنتش مختارش بالذات مع حد يعني تحت الترتيب وكان ممكن يقرب مني اكتر، فانا دلوقتي على الاقل خليت الفريق بيني وبينه زي ما هو. عفوا. طيب عبد الرحمن مجدي النهارده وعدم تواجده يمكن هل تاثيره كان سلبي على اداء الفريق وعلى النتيجه من وجهه نظر حضرتك؟ والله يا كابتن يعني ما فيش شك ان عبد الرحمن مجدي افضل اللعيبه في مصر في مركزه. مهم جدا لعيب محور اداء النادي الاسماعيلي. بلغه الكوره بيعرف ينقل الفرقه، بيعرف عنده مميزات كتير وامكانيات فنيه عاليه جدا، نقطة الخطوره كمان هو قائد الفرقه وكابتن الفريق. صحيح. انما احنا الحمد لله عندنا عناصر كويسه، عناصر شابه، يمكن الاسامي مش هتلاقيها معروفه للناس كلها، كل ماتش بيشارك اسم اثنين جداد عن الناس شويه او اسم بقاله فتره ما شاركش، انما والله عندنا ثقه في اللعيبه دي وعندنا ثقه في الكابتن ايهاب ان هو قادر يطور باللعيبه دي ويخلق منهم امكانيات محترمه قادره ان هي يعني تخلي النادي رغم كل الظروف اللي هو فيه السنه دي ومش هتلاقي السنه دي النادي واقف على كيله وقادر ان هو يكمل
عندنا لعيبه ممتازه، لعيبه ليها مستقبل، محتاجه خبرات. انما طبعا عبد الرحمن مجدي يعني اكيد اكثر، لان عبد الرحمن مجدي هو لاعب قليل قوي اللي زيه في الدوري المصري. طيب بخصوص عبد الرحمن، وعندك الساعي ما شاء الله برضو لاعب منتخب اولمبي وهايل الحقيقه، ماشي بخطوات ثابته في نهايه الموسم. ويمكن انا سالت حضرتك السؤال ده، هل انتوا ما زلتم يعني فكره التواجد اللاعبين دول لو جالهم عقود احتراف هل هتوافقوا، ولا استقرار النادي وانك تكمل بالجيل ده لغايه لما النادي يقف على رجله ويطلع لاعبين اخرين ده الاهم بالنسبه لكم في الفتره الجايه؟ وضح الامور كده، مش هتكلم على عبد الرحمن ولا عمر الساعي، هتكلم بقطعه عنك. ان نقطه البيع زي ما قلناها قبل كده هي نقطه استثمار في كره القدم، هو جزء منه بيع لاعب. السنه دي مانشستر سيتي بايع رياض محرز، كل انديه العالم بايع، كل بس الظروف نفسها في فكره التواجد في المراكز وعدم التهديد ان انت ممكن تنزل للدرجه الثانيه، يعني امور كتير بيمر بها نادي اسماعيلي بسبب كان قله عدد اللاعبين الاكفاء. الحقيقه انتوا دلوقتي وصلتوا لمرحله لا باس بها يعني، بس لسه طبعا الامور صعبه يعني، محتاجين نطور. انا دلوقتي اولا بالنسبه مفيش عروض رسميه جت دلوقتي، مفيش عروض محل خاص دلوقتي خالص. تمام، يعني انا مش محل ان انا رافض اي عرض لغايه حال المجال عرض دلوقتي. انما انا عبد الرحمن مجدي لعيب مهم جدا وكابتن مشتركين الفرقه، عمر الساعي لعيب واعد جدا ومهم جدا. انا مش بسهوله هفرط في الناس دي ولا هفرط في اي لعيب. لازم يبقى عرض قوي ومغري قصدي حضرتك. والقرار ده قرار اداره، ده قرار جهاز فني، دي مسؤولين عن قطاع الكوره، الكابتن عناب بريشه والكابتن عماد سليمان، ليهم قرارات فنيه. هم عارفين زي ما هم برضو لو شرحت لحضرتك كده قبل كده هقوله تاني، هم في يناير قالوا نبيع اياد العسلاني وعندنا البديل جاهزين، وجهزوا عبد الكريم مصطفى والنهارده عبد الكريم مصطفى. طيب مش محل. طيب يعني حضرتك سامعني كويس لان الصوت بيقطع شويه؟ سامع حضرتك. طيب يعني كابتن عماد سليمان وقع غرامه على محمد حسن النهارده، يعني اسبابها وهل يعني ايه الامور بالنسبه يعني اللي هتحصل بعد توقيع الغرامه بالنسبه لمحمد حسن؟ والله احنا كمجلس اداره يعني سايبين كل ما يخص ملف كره القدم للجنه القطاع الكوره. تمام. كابتن علي كابتن خالد. فانا شفت الغرامه سببها طبعا الصوره اللي قدامنا دي. يعني اللقطه اللي ظهرت دي النهارده، طبعا دي حاجات كاداره ماليش دخل بيها، المسؤول عن قطاع الكوره في مدير قائم باعمال مدير كوره ومشرف عام على الكوره الكابتن عماد سليمان، في جهاز فني هم اللي بيخطئوا مجلس الاداره بالغرامه دي، وليهم اسبابهم بيفرضوها وبيكونوا عارفين هم قايلينها ليه وبيبلغوا اللعيب دي. تمام. انما ده قرار من وجهه نظر قطاع الكوره، طبعا احنا نحترمه وما بنتناقش فيه لان احنا سايبين لهم مطلق الحريه. دي كانت ما بين الشوطين تقريبا ده يا استاذ محمد تقريبا. كانت ما بين الشوطين. يعني انت مغلوب 2-0 الصراحه تفكير اللعيبه كانت 1-0 ساعتها. كان 1-0 يعني، انا اسف في الوقت ده طبعا يعني تفكير ايه بالنسبه للعيبه يعني عقليات صغيره لسه. كلاعب كوره لازم تكون مركز. صحيح. ومجهز نفسك ان انت في اي وقت هتكون موجود في الملعب ومشارك. لا وفريقك مغلوب برضه يعني. طبعا يعني فيعني هو برضه احنا الامور دي زي ما قلت لحضرتك قطاع الكوره هو اللي متوليها بشكل كامل. صحيح. احنا مجرد بالنسبه لهم جهه نفذ قراراتهم اللي هم شايفينها المفروض. تمام. بشكرك يا استاذ محمد وكل التوفيق للانديه وطبعا بالخاص نادي الاسماعيلي احد الانديه العريقه والجماهيريه في الدوري المصري. خلينا اكمل مع حضراتكم، يمكن زي ما بقول لكم النهارده كان في ماتشات، مودرن فيوتشر ايضا تعادل مع المصري، وفي بعض الحالات الخاصه بالماتش ده هنبقى يعني معانا كابتن محمد صلاح عبد الفتاح حكمنا وهيتكلم على الحالات التحكيميه بالنسبه لمباراه اليوم. ايضا طلع الجيش بيفوز على البلديه. يمكن اما نيجي نبص في مباريات غدا بقى في ماتشات قويه الحقيقه. بيراميدز اللي بيبحث على استقراره على قمه جدول الدوري عنده مباراه صعبه امام الجونه، مهما كان طبعا وضع الجونه، لكن الماتشات الصغيره دايما لبيراميدز كانت في السابق صعبه جدا وبتضيعت منه حاجات كتير، فهل الخبرات اللي اخدوها في السنين اللي فاتت هتفيدهم في ماتش بكره؟ فده بالنسبه لماتش غدا بيراميدز والجونه. ايضا الاتحاد والزمالك هيكون في مباراه ايضا بالنسبه لنادي الزمالك الساعه 7 مساء مع نادي الاتحاد. طيب هنروح للاستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس نادي المصري وتعليقه على التعادل النهارده مع مودرن فيوتشر بالنسبه لمباريات اليوم، وهناك بعض الامور الجدليه التحكيميه بالنسبه لهذا اللقاء. خلينا نروح فقط في البدايه كده للاستاذ رجب. تحياتي لحضرتك استاذ رجب.
اهلا يا كابتن محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني زي حضرتك، تعادل النهارده بالنسبه للنادي المصري، وبالرغم من التعادل لكن ما زال النادي المصري في المركز الثاني. والله يا استاذ محمد، امر مخزي اللي بيتعرضه النادي المصري ده. ليه كده؟ ده يعني انا قلت في اكتر من مباراه قبل كده ان النادي المصري بيتعرض لظلم باين، وانه بيخرج من المباراه يعني مهزوم او متعادل بفعل فاعل. الامر تجاوز الحدود. يعني لما نيجي نتكلم النهارده ونقول ان حكم الساحه النهارده الكابتن هشام القاضي، ده حكم جاري تاهيله عشان يبقى حكم درجه اولى، تمام، عشان يبقى حكم دولي، ولصلته باحد اعضاء اللجنه لجنه الحكام واللجنه الفنيه بيتم تجهيزه علشان يبقى حكم دولي، مش عشان فنياته. يعني ده دي معلومه واصل لحضرتك؟ يعني اه لا، مش عشان ده كلام مؤكد، لان هذا بص حضرتك، اللي انا بقوله ما بيختلفش عليه اثنين في مصر النهارده، ولا محللين ولا لجان حكام ولا حاجه. الامر فوق الحدود قوي، الامر محتاج تدخل من المسؤولين. طب انتوا قدمتوا شكوى رسميه؟ حضرتك كنت كلمتني في النقطه دي، قلت لك شكوى رسميه وبنقدم، لكن دي مهزله انا لها ان تنتهي. ده نادي جماهيري ونادي شعبي، طبعا نادي كبير، في مؤامره لابعاده. الطقم ده عليه جدل كتير في ماتش زد والبلديه، وحصلت مشاكل كتير جدا، والنهارده اللي حصل ما بيختلفش عليه اثنين. اللي حصل النهارده من بس استاذ رجب، خليني اقول لك قبل ما نروح لمنطقه الفكره بتاعت اللعبه نفسها اللي حضرتك هتشرحها، ان رئيس لجنه حكام مش مصري، فليه يعني للأسف. ليه المصري؟ لا 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 لا، ليه النادي المصري بالذات؟ ما هو دي كارثه برضه. ما هو اما يكون مش مصري والمستوى كده، يبقى انا له ان يرحل، وانا بقولها مع حضرتك على الهواء، انا لرئيس لجنه الحكام ده ان يرحل. مش مفروض يبقى موجود، والظلم ده موجود، وعدم الحياديه موجود. امر بقى مجزي، واحنا لازم يكون لنا موقف. احنا على طاوله مجلس الاداره عدم الاستعانه بحكام مصريين، كفايه كده. كفايه اهدار لمجهود ومصاريف نادي شعبي زي ده، كفايه. طيب ايه اللعبه اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ يعني عشان النادي شايف النهارده بادعاء ان اللاعب ميدو جابر كان بيمثل، فاداله انذار وطرده وحرمنا منه في المباراه الجايه. اللعبه على الشاشه معانا ما ينفعش. وهات الهدف على الشاشه، وهات اي محلل، اي حد بتاع كوره الا اللجنه دي. وبعدين مين اللي قال ان الطقم ده اللي عليه جدل كتير في ماتش الزد والبلديه وعامل كارثه يجي النهارده في ماتش المصري وفيوتشر؟ الكلام ده انا له ان ينتهي يا استاذ محمد. ما ينفعش، ما ينفعش نهدر احنا الكلام ده. ده كلام مزعج جدا. احنا قدمنا احتجاج رسمي، احنا بنعترض رسمي، احنا بنقول ان احنا بصدد عمل عدم الاستعانه بحكام مصريين. ولما حضرتك تقول لي انه حكم اجنبي، للاسف هو بيتم تطويعه زي ما هم عاوزين. لا، في اجنده بتتنفذ ضد النادي المصري، ما ينفعش تستمر اكتر من كده. فكره الحكام الاجانب، يعني قراركم هيبقى وارد موجود الكلام ده طبعا، وتتحملوا حضراتكم تكاليف الظلم. مين يتحمل الظلم؟ ما عندكمش مشكله استاذ رجب في تحمل نفقات او الامور الماديه بالنسبه للحكام الاجانب؟ ما هو بيهدر كل اللي احنا بنعمله. هو النهارده في هدف لابعاد النادي المصري، ازاي؟ ازاي يعني الامور تستمر بالطريقه دي؟ ازاي؟ هشام القاضي حكم مش دولي، وائل فرحان معاه في اي مباراه ويبقى نتيجتها مشكله. ما ترجعوا الماتش زد والبلديه يا جماعه، ما ترجعوا النهارده المحللين فين؟ وبعدين نقول اصل هو راجل، ده هو رئيس لجنه الحكام الغير مصري، ده هو يافطه مش اكتر. هو يبدأ الكلام اللي بيحصل يا استاذ محمد، وانا بقول من خلال المنبر المحترم بتاع حضرتك، انا للمنظومه دي ان تنضبط او ترحل. تمام. يعني نتمنى الامور دي ما يعني ما يبقاش فيها تحصل مره ثانيه، لان يعني واضح ان استاذ رجب كان معانا قبل كده الحقيقه، اتكلم على الامور التحكيميه مره ثانيه النهارده، برضو الامور يعني برضو بتحصل مره ثانيه في مباراة اليوم. من وجهة نظر طبعا، انا يمكن ما تابعتش الماتش النهارده، لكن الصورة باينة ان الحقيقة ميدو جابر بيتعرض لدفعة. طيب ابارك لحضرتك بس بعض الامور. طبعا كابتن حسام حسن اعلن القائمة الخاصة بالمنتخب، وايضا
الشامي موجود مرة أخرى الحقيقة في قائمة كابتن حسام حسن. لن تستقيم الكرة المصرية بوجود هذا الكلام يا أستاذ محمد. حتى أنا ببارك لك، أنا ببارك لك بقى للشامي وجوده يعني في المنتخب بصراحة يعني. بصراحة أمر مؤسف أو يعني أنا آسف الانفعال، لكن الموضوع أكبر من كده بكتير. على مهلك بقول لك الشامي موجود في المنتخب، مبروك لحضراتكم يعني أحد اللاعبين اللي في النادي المصري، وده نجاح ليكم الحقيقة كإدارة يعني. ربنا يخليك يا رب. شكرا حضرتك استاذ رجب. طبعا استاذ رجب نائب رئيس مجلس اداره النادي المصري، ويعني حزنه من وجهه نظره على الامور التحكيميه في مباراه اليوم، مباراه مودرن فيوتشر والمصري، واللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. طيب خلينا بقى، يمكن عندنا بعض الاخبار الخاصه بالبريمو، لكن قبل ما هروح للاخبار هعيد قائمه المنتخب اللي اختارها كابتننا الجميل والمدير الفني للمنتخب الوطني كابتن حسام حسن. ويمكن انا عندي بس ايه تحفظ في حاجه كده، ما اعرفش، يمكن الفتره اللي فاتت توقعت لاعب يبقى موجود ومش موجود الحقيقه في القائمه دي، بس خليني اقول لكم يعني علامه الاستفهام بالنسبه لي ايه. الشناوي طبعا هو كان كابتن حسام ذكر اسمه ان هو هياخده في المعسكر القادم. مصطفى شوبير مفيش خلاف عليه، افضل حارس مرمى موجود في مصر في الوقت الحالي. محمد عواد، مهدي سليمان، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم عوده للمنتخب، يمكن اول مشاركه لياسر ابراهيم من فتره كبيره جدا بعد الاصابه، هو بالامس الحقيقه ونزل فتره يعني في مباراه امبارح مباراه الترجي ونزل دقائق معدوده الحقيقه. احمد رمضان بيكهام، محمد هاني، اكرم توفيق، محمد حمدي واحمد فتوح، مروان عطيه، حمدي فتحي، احمد نبيل كوكا يمكن برضو بقاله فترة ما بيشاركش برضو بصفة مستدامة يعني، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود حسن تريزيجيه، ثم مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا، ومحمد شريف. حقيقة كابتن حسام كان بيذكر دائما رمضان صبحي في حديثه، وأنه هو يبقى موجود في الفترة اللي جاية. حقيقة رمضان صبحي الفترة اللي فاتت مع بيراميدز بيهدف، بيطلع رجل مباراة في كذا مرة، لكن مش موجود في هذه القائمة ايا كان. يعني ليه مش موجود معرفش، خصوصا ان انت يمكن المنطقة دي نقص واحد، عمر مرموش يعني اصابته والعملية اللي عملها، فما بقاش فيه غير تريزيجيه. ومش موجود كمان حسين الشحات، يعني برضو حسين الشحات بيقدم مستويات طيبة مع رمضان صبحي، دي نقطة برضو علامة استفهام. ايضا النقطة الاخرى عدم وجود لاعب زي محمد شحات الحقيقة في المنتخب بعد أدائه الرائع في الفترة اللي فاتت في نص الملعب، يستحق الحقيقة حتى يعني لو أنا مش هلعبه، لكن لعيب عنده ثقة الحقيقة في نص الملعب تقدر تستغله في أي وقت الحقيقة، لاعب مميز وصغير في السن. لكن ممكن يكون في اتفاق الحقيقة ما بين الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي أن محمد شحات يبقى متواجد في المنتخب الأولمبي في التوقيت ده. طيب حالات التحكيمية الحقيقة، وكنا من يعني من دقائق استاذ رجب نائب رئيس النادي المصري وكلامه عن حاله موجوده في مباراه اليوم ما بين المصري ومودرن فيوتشر، استاءوا منها جدا في النادي المصري ومجلس اداره النادي المصري، وظلم تحكيمي من وجهه نظرهم تعرضوا ليه في الفترات اللي فاتت والمباراه اليوم. خلينا نروح للكابتن محمد صلاح عبد الفتاح حكمنا السابق ورؤيته للامور التحكيميه اللي حدثت النهارده، واي طبعا امور تحكيميه كانت ليها جدل في الفتره اللي فاتت. كابتن محمد تحياتي ليك. كابتن فاروق ازيك، عامل ايه؟ ازيك يا ابو الكباتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. في البدايه يمكن ما اعرفش سمعت المداخله الخاصه باستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، والحديث في البدايه كان على اختيار طاقم تحكيمي معين، ده رقم واحد، وعلى حاله كانت موجوده في المباراه وهي حاله ميدو جابر اللي يمكن اخذ انذار بسبب ادعائه الفاول او ادعائه انها ضربه جزاء. اخذ راي حضرتك في طاقم التحكيم في البدايه. طيب انا يعني انا سمعت المداخله كلها، انا طبعا ليا تعقيب بس على الكلام، هو واضح ان المعلومات عنده واصله سليمه لكن من دون تفاصيل، لكن انا هقول لك بقى التفاصيل. هو كل كلمه قالها الاستاذ رجب سليمه 100%. كابتن هشام القاضي اللي هو حكم النهارده، عمه هو بيقول لك، في الاستاذ رجب قال لك في صله قرابه ما بينه وبين احد اعضاء لجنه الحكام الرئيسيه، هو عمه كابتن حمدي القاضي عضو لجنه الحكام الرئيسيه، يبقى عمه. تمام. فاحنا هنا بنتكلم. طب هي دي مالها برضو كابتن؟ لا ما هقول لك بقى ليه. ما كابتن احمد الغندور قريب كابتن جمال الغندور، ابنه يعني.
ما هو كابتن جمال غندور لما كان احمد بيغلط في الملعب كانت الحكام كلها بتشوف فيه موقف من الكابتن جمال غندور. اسف. كان بيعامل زيه زي الحكام. تمام. يعني احنا واحنا حكام احمد كان زميلنا وما كناش بنحس ان يعني لو غلط في الملعب ماشي بيتوقف زيه زي بقيه الحكام. لكن النهارده لما انت النهارده يبقى نفس الطاقم النهارده هشام القاضي ووائل فرحان كانوا حكام ماتش البلديه وفاركو. هو استاذ رجب قال لك البلديه وزيت، لا هم البلديه وفاركو كان من اسبوع بالظبط. تمام. نفس الطاقم ده هو هو وبيحتسب ركله جزاء على البلديه اللي خسر بيها المباراه، وركله جزاء خاطئه مش صحيحه. ولجنه الحكام بتجامل هشام القاضي، بقولها لك بمنتهى الامانه، القرار ده كان قرار خاطئ، ولجنه الحكام بتجامل حمدي القاضي بقى وطلعت القرار صحيح عشان يلعب. خد بقى روح لتفصيله تانية مهمه. هو النهارده انت بتلعب تاني معاه، بيلعب معاه تاني وائل فرحان حكم فار. أوكي. عشان تثبت ان الاثنين كانوا صح، رغم ان انا بقى باكد لك وده انفراد ليك على الهوا، الاثنين اختلفوا مع بعض في ماتش البلديه وفاركو. يعني هو حتى هشام القاضي رفض ان هو يروح يرجع غرفه الفار. وهشام القاضي في مباريات تانية في حكام عشان هو عمه في اللجنه، تمام، فممكن بتخاف تستدعيه، ما كده كده اللجنه بتطلع له قراراته صح، فانا خلاص انا هجيبك ليه للدرجه دي؟ انا بقى بقول لك للدرجه دي يا كابتن. انا بكلمك، انا عشان كده بوضح انا بقول لك استاذ رجب واصل له معلومات. يعني الكلام ده على مسؤوليه حضرتك يعني. طبعا. انا اللي بقوله هو. انا اللي بقوله لك على الهوا. والحالات التحكيميه دي موجوده يعني، وعلى فكره الحكام كلها عارفه ان هو خد قرارات خاطئه في المباراه، في المباريات اللي لعبها. ده انت خد كمان عندك، عايز اقول لك ان هشام القاضي اسبوعيا بيتم تعيينه في الدوري، يا حكم رابع يا حكم ساحه يا حكم فار يا حكم ايفار. هو مين اللي بيعين؟ كابتن محمد فاروق. كابتن محمد فاروق وبريرا الاثنين. واخد بالك؟ فانت طبعا هنا التعيينات موجوده. يعني انا بقوله لك ده، انا مش بقول لك اسرار على فكره، انا بقول لك ارقام. فده للتوضيح. فانت النهارده الناس بتسال ايه اللي حصل النهارده ده؟ ما خلي بالك مفيش حاجه بتحصل وليده الصدفه. احنا بقى لنا يعني، انا معاك من اول الموسم بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في نفس الكلام ده يا جماعه. الراجل البرتغالي ده ما بيعملش حاجه، ما بيثقفش الحكام، ما بيشتغلش مع الحكام فنيا. انا النهارده الناس بتتساءل، الله طب هو هشام القاضي ليه كان بيلعب الاسبوع زد والبلديه وفاركو، النهارده بيلعب تاني رغم ان هو واخد قرار غلط؟ فانا فسرت لك بقى وفسرت للناس. احنا يعني بص، طالما عايز تحل وتحل مشاكل، طب ما في هناك بعض من الحكام برضو كابتن نفس الوضع، كابتن امين عمر مثلا. كابتن امين عمر ما بيلعبش يعني. كابتن امين عمر غلط غلطه واحده كابتن، ما كان موجود في ماتش الزمالك ومودرن، والنهارده موجود برضو. لا بس بقاله قد ايه ده؟ لسه راجع قريب يعني. امين عمر قعد فتره طويله جدا، فتره كبيره جدا ما بيحكمش، هو ومحمد عادل ومحمود عاشور. طب هنروح بعيد ليه؟ النهارده محمود عاشور مثلا على سبيل المثال اللي رايح يلعب في الاولمبياد، هو فين؟ مش موجود. لجنه خلاص بقى يعني، واضح ان الراجل واخد موقف منه تقريبا. ما هو انت النهارده عشان عشان توصل للتطوير اللي هو جاي عشانه، خرج المشاعر دي والعاطفه بره المواقف اللي بتحصل. يعني احنا النهارده، يعني احنا النهارده بتكلم مثلا على هشام. بس كابتن محمود عاشور يمكن كان عنده تصريحات، وانت عارف ان الحكام ممنوعه من التصريحات. الحكام ممنوعه من التصريحات، ولجنه الحكام بتمنع الحكام من التصريحات، وهي وبتمنعهم الفيسبوك، وبتخش هي اللي تكتب على الفيسبوك وبتقعد تتراشق مع الناس بالالفاظ. يعني انت النهارده بتطلب من الحكم حاجه، وانت كلجنه حكام بتعمل عكسها. فانت النهارده، وعايز اقول لك على حاجه، في اكتر من حكم مثلا بيتقال له، بيكتب حاجه على الفيسبوك يقول له ايه، شيل البوست عشان تلعب. انا بقول لك مواقف حصلت، مش من غير بقى، من غير يعني على سبيل المثال، مش اللي حصل. فانا انت النهارده لما تلاقي حاله زي دي، تاكد ان وراها اسباب كتيره جدا، دي مش وليده الصدفه. والكلام ده انا بقوله من بدري، بس ما كانش حد بيصدقني، وكانت الناس بتقول لي انت متحامل. طيب. على الراجل الاجنبي. طيب خليني بس كابتن بقى اروح لمنطقه انت حضرتك وضحت اللي اتكلم عليه استاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري في قصه صله القرابه ما بين كابتن هشام واحد الموجودين داخل لجنه الحكام. بالظبط. موقف يمكن او الفنيا بالنسبه لماتش النهارده، واتكلم على كابتن استاذ رجب اتكلم على نقطه او الموقف الخاص بلعبه ميدو جابر.
شايفها ايه برضو عشان نوضح يعني يعني برضو ممكن يكون فيها ظلم الكابتن هشام النهارده؟ طيب يعني يا ريت لو نعرض مع بعض الصور. انت شفت الماتش طبعا؟ شفت الماتش؟ طبعا شفت الماتش. اهي معانا على الشاشه يا كابتن. طيب لعبه ميدو جابر عايز اقول لك حاله تحكيميه ليست جدليه وغير قابله للنقاش. سهله يعني ولا صعبه؟ سهله جدا. انت بتتكلم في ركله جزاء سهله، مسك ثم شد ثم ان اللاعب سقط على الارض نتيجه المسك والشد، والمسك مخالفه واضحه في قانون كره القدم. ان انا النهارده ادي له ادي قرار التحايل بناء عليه، انا ازاي ادي تحايل ولاعب ممسوك بالشكل ده؟ يعني بص نوقف الصوره دي، فين التحايل هنا؟ يعني انا النهارده انا اللاعب ايده كلها ملفوفه وبتمنع اللاعب المصري ميدو جابر ان هو يتقدم وان هو يكمل هجمته ومعاه الكوره. انهي منطق بيقول ده ان احنا النهارده ده تحايل؟ انهي منطق؟ تعالى بقى فين حكم الفار؟ انا هنا دورك حكم الفار. بص ايده عامله ازاي الحقيقه؟ يعني ايده يعني واخده وسطه يعني ماسك صدره وسطه. ده الايد كملت كمان وابتدت وسحبت ميدو جابر عشان كده هو وقع على الارض، يعني الايد دي كملت بالشد. فانت النهارده بتتكلم في حاله يعني طب هنا الفار هنا فين يا كابتن؟ حتى لو حكم ما خدش باله الحقيقه، ما هو الفار هنا لازم يستدعيه، لكن انا فسرت لك ليه الفار النهارده ما استدعاش عشان لا بس مش للدرجه دي، انا بعمل دوري وبعمل شغلي عشان ضميري يعني في الاخر. ما هو ما رضيش يروح له في ماتش البلديه وفاركو. هو ما رضيش يروح له لما حسب ركله جزاء غلط على البلديه. فانت النهارده توقع نفس الامر. هو يعني انا بانهي منطق؟ طيب. النهارده ده عايز اقول لك على حاجه بقى، النهارده الحاله دي ميدو جابر اتطرد تمام؟ وقرار القرار الصحيح هو ركله جزاء للنادي المصري. بعديها بخمس دقائق تقريبا او بست دقائق، عشان هم عارفين ان في حاجه، في قرار تحكيمي خاطئ اتاخد ضد ميدو جابر واتطرد، كان في لاعب الافريقي اسمه اماندو. ده كان لازم يطرد. كان في لعبه بتدخل يعني قوه مفرطه مع احمد عاطف تقريبا، وكان دايس في دهس على القدم، كان لازم يطرد. لازم يطرد. فانت هنا بقى شبه لعبه الامس بالنسبه للنادي الاهلي امام الترجي. دي كانت لازم طرد برضو نفس الشكل. الحاله دي بالمنظر ده لما انت ما تستدعيش الحكم، حكم الفار ما يستدعوش، انت هتطرد اثنين من لعيبه النادي المصري. عايز اقول لك انت كده بتودي المباراه في حته تانية خالص. فانت لو انت مش عارف ان انت اخطات في القرار الاول كان ممكن عايز الكارثه بقى هنا في اللعبه دي ان الحكم اصلا لم يحتسب مخالفه في الملعب اثناء المباراه، يعني اللعبه دي اصلا ما اتحسبتش مخالفه. احمد يعني اللعبه دي حصلت وكملوا اللعب. اللعب استمر للاسف. يعني طيب الفار كده بفايدته ايه بقى؟ انا عايز افهم بقى كابتن. الفار كده فايدته يعني هنا بقى، لا ده احنا يعني مش بنقول الفار فايدته ايه. بص هو الفار ليه فايده، خلينا بس نثبت مفهوم مهم. ماشي هو ليه فايده بس يعني اما يكون الحكام موجودين وشايفين لعبه ولا يستدعوا الحكم، لعبه مفروض ان انت تستدعي الحكم فيها ما يستدعوش الحكم، يبقى هتيجي تقول لي اصل هم عارفين من الماتش اللي فات ان ما يعني ما حد يعني هيسيبوا الخطا بالنسبه للحكم ولا او ايا كان قربته ايه فمش هستدعي الحكم، ده في حد ذاته ده قصور يا كابتن في شغله. كابتن فاروق انا مش عايز اظلم التقنيه اتصرف عليها ملايين من اتحاد الكوره عشان لا ما ملناش دعوه بالتقنيه، انا بتكلم على بقى حكم الفار اللي موجود اللي ما استدعاش الحكم. بالظبط هنا بقى ده دور لجنه الحكام من بدايه الموسم. هقول لك انا بقى ليه بيحصل ده. من بدايه الموسم مفيش ولا مره يعني اتعمل تدريب عملي لحكام الفار ولا قالوا لهم يا جماعه يجي اجتماع كده ويتعمل اجتماع ننزل نجيب الاجهزه في اي توقف. طيب. زي ما بيحصل في كل الدوريات اللي فيها تقنيه فيديو. ده الكلام ده ما بيحصلش عندنا. فانت الموضوع كله قص ولزق في التعيينات. بس يعني طيب. هي دي كل اللعبه دي برضو كابتن عشان يعني ماتش الاهلي امبارح لعب الوسط في نص الملعب مع مروان عطيه ده الواحده برضو بنفس الشكل برضو شايفه طرد. طبعا لعبه امبارح مع مروان عطيه يعني برضو الاهلي يعني امبارح برضو حكم الفار الاهلاوي بن ابراهيم الجزائري كان برضو يعني اداؤه بصراحه غريب، يعني رغم ان ده مش مستواه على فكره، هو واحد من افضل حكام افريقيا على الفار. يعني اللعبه دي النهارده احنا بنسمي الدخول ده بنسميه دخول بوحشيه. مروان عطيه كان لعب الكوره وهو كان لسه خلاص الكوره راحت. خلاص بعيد الكوره راحت في اتجاه تاني خالص. هو داخل على قدم مروان عطيه بشكل فيه مهاجمه وحشيه،
هنا بيعاقب بالكارت الاحمر والمسافه اللي جايه منها ادت لاستخدام قوه مفرطه. فهنا طبعا بنتكلم في كارت احمر ما فيهوش كلام. ده انا افاجئك كمان ان كل الاذاعه كل الاعلام التونسي وخبراء التحكيم في تونس قالوا ان لاعب الترجي يستحق كارت احمر. سكت ان ده ضمير في الاخر يعني احنا بنقول الحقيقه يعني. فهم يعني ناس يعني برضو اكيد عندهم الضمير ده موجود يعني. لا عايز اقول لك اصل يعني الناس احيانا تقول لك اصل انت بتجامل مش عارف يا جماعه ده التحكيم فيه 1+1=2. مفهوم. طيب في لعبه هل في لعبات اخرى موجوده في ماتش الامس كابتن حضرتك؟ في لعبه في لعبه مهمه جدا كان في ناس بتتكلم كتير والمفاهيم اللي بتوصل عن الجمهور ان امام عاشور عليه ركله جزاء. كان المفروض الكوره اللي موجوده بالامس يمكن كابتن رضا عبد العال امبارح اتكلم فيها، لكن سالني قلت له القانون بيقول هنا في المنطقه دي او في الوقت ده. اتفضل يا كابتن. شوف مخالفه لمسه اليد معانا اللعبه موجوده. تم ادخال عليها مفاهيم وتعديلات جديده وكل شويه بيتم تطويرها. ثبت المفهوم ده عندك وللساده المشاهدين عشان اللعبه دي ممكن تحصل تاني في الدوري وممكن يحصل مشاكل زي امبارح كده وناس تقول لك اصل في ركله جزاء. تمام. اللعبه دي الكوره خارجه من المدافع النادي الاهلي داخل منطقه جزائه، بيشتت الكوره عكس اتجاه المرمى خارج منطقه الجزاء. تمام. لو الكوره بالشكل اللي احنا بنحكي فيه ده راحت لزميل المدافع ايا ما كان بقى هو امام عاشور او غير امام عاشور، راحت لزميل المدافع في ايده على اي وضعيه، ايده مكبره جسمه او في وضع غير طبيعي او غير طبيعي، بيستمر اللعب هنا. يعني حتى لو ايده مش جنبه يا كابتن وايده مفروده كده مفيش مشكله. بالظبط. ده بنسميه ايه؟ بيقول لك الاندر ستاندينج فوتبول، يعني ده مفهوم كره القدم. هل من الطبيعي ان المدافع بيشتت الكره خارج منطقه جزائه وزميله هيروح مرجعها تاني؟ لا، فاحنا بنعتبر ده بشكل عرضي. لكن امتى هحتسب عليه ركله جزاء او احتسب عليه المخالفه؟ عدل موقفه، هاته من خارج الناحيه الثانيه لو هو موجود الناحيه الثانيه ناحيه المرمى. ناحيه المرمى. هنا بقى هنروح لكلام تاني واعتبارات تانيه. لكن برضو اللعبه دي مش لعبه جدليه في التحكيم اللي احنا بنتكلم فيه ده، ابجديات تحكيم. يعني مفيش مجال ان احنا نقول ركله جزاء ولا مش ركله جزاء، يعني هو اللعب استمر فمفيش مجال. يعني اصل في بعض المحللين يقول لك اي لمسه ما دام ايديه بره، سواء بقى هو مدي ظهره او يعني مدي ظهره للجول او مش في اتجاه الجول، هي لمسه يد. دي على المهاجم. المهاجم بتحتسب عليه مخالفه لمسه اليد على اي وضعيه. تمام. لكن المدافع المدافع لا، في اعتبارات جديده ومفاهيم جديده تم تعديلها. فكويس ان الحاله دي جت عشان الناس برضو تعرف ايه الجديد. لكن اللي احنا بنتكلم فيه ده ثوابت في احتساب مخالفه لمسه اليد. يعني دي يا كابتن ليست ضربه جزاء. لا يوجد ركله. عايز اقول لك على حاجه، النادي الترجي بالامس ليس له اي ركلات جزاء مستحقه لم تحتسب. تمام. هو ما فيش غير الكره دي تقريبا يا كابتن بس. كان الناس بتتكلم على لعبه كريم فؤاد، بس طبعا لعبه كريم فؤاد مش ركله جزاء برضو. يعني تسمع كلام نادي الترجي ليه ركلتين جزاء، نادي الترجي امبارح مالوش اي ركلات جزاء مستحقه، بل بالعكس انا اقول لك ان حسين الشحات هو اللي كان ليه ركله جزاء امبارح. لعبه شبه اللي حصلت النهارده مع ميدو جابر. تمام يا كابتن. كابتن محمد انا بشكر حضرتك ودايما وجودك معانا مهم الحقيقه. كابتن محمد صلاح فتاح حكمنا السابق وكلامه عن مباراه المصري اليوم وايضا الحاله الخاصه بامام عاشور بالامس الحقيقه في مباراه الاهلي والترجي في نهائي دوري الابطال، واللي الحديث كان عليها انها ضربه جزاء. وطبعا هو مفهوم القانون وتطبيقه الحقيقه في كره القدم بالنسبه للمسات اليد داخل ضربات داخل منطقه الجزاء سواء بقى للمهاجم او للمدافع، طبعا حكامنا هم اللي بيتكلموا فيها الحقيقه مش احنا كلاعبين، حتى لان احنا برضو احنا طبعا لعيب الكوره، لكن القانون بيبقى مع الحكام وتطبيقه بيبقى مختلف لان هم يعني طبعا قضاة الملاعب. خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كابتن احمد فوزي نجم النادي الاهلي السابق، كابتن احمد رضوان نجم النادي الاهلي السابق، ووجودهم الحقيقه واحتفاليه خاصه بالنادي الاهلي بحصوله على دوري ابطال افريقيا للمره ال 12 في تاريخه. هيفتح استاد برج العرب بالإسكندرية أبوابه لاحتضان مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري، والمقرر ليها مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة 25 للدوري الممتاز. بيتواجد الزمالك في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بينما بيحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة. بيتطلع الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المخيب للآمال مع مودرن فيوتشر في الأسبوع الماضي بالتعادل بهدف لكل فريق.
فالفارس الأبيض بيدرك أن أي نتيجة غير الانتصار في اللقاءات القادمة هتبعد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري بشكل رسمي، خاصة في ظل فارق النقاط مع بيراميدز المتصدر والأهلي اللي ليه أكتر من لقاء مؤجل. الجهاز الفني حرص على علاج السلبيات والأخطاء الدفاعية اللي ارتكبها اللاعبين في مباراة مودرن فيوتشر لتفادي تكرارها أمام زعيم الصغر والعودة للقاهرة بالعلامة الكاملة. وهيغيب عن الزمالك كل من محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى الزناري وأحمد حمدي للإصابة، ويوسف أوباما وسيف جعفر ومحمود علاء ومهاب ياسر ومحمد عاطف وترافيس موتيابا لأسباب فنية. وبيراهن جوزي جوميز على تألق نجمه أحمد مصطفى زيزو بجانب توهج سيف الدين الجزيري، بالإضافة لانسجام الرباعي الدفاعي عمر جابر وحمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح. وفي الجانب الآخر بيأمل الاتحاد السكندري في استعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد التعادل أمام زد اف سي في اللقاء الماضي. طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري قام بعلاج سلبيات اللاعبين دفاعياً وهجومياً قبل مواجهة الزمالك أملاً في اقتناص العلامة الكاملة. وهيعتمد أبناء سيد البلد على هدافه الأنجولي مابولولو بجانب تحركات ومساهمات أحمد عادل ميسي لاختراق دفاعات الأبيض والوصول لشباك أبناء ميت عقبة. مواجهة الزمالك والاتحاد من المباريات الكلاسيكية في الكرة المصرية، فتقابلوا في 127 لقاء ببطولة الدوري. فاز الأبيض في 81 لقاء مقابل 13 فوز لسيد البلد، وتعادلوا في 33 لقاء، وسجل أبناء ميت عقبة 218 هدف، بينما سجل زعيم الصغر 80 هدف. طيب برحب بحضراتكم مره تانية. خليني ارحب بضيوفنا النهارده، نجمي النادي الاهلي السابقين كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومنتخبنا الوطني للاولمبي، وكابتن احمد رضوان نجم النادي الاهلي السابق ايضا، وفرحتهم اكيد بفوز النادي الاهلي بالامس. كلنا فرحين، كل الاهلاويه سعيده بهذه البطوله يمكن اللي مش جديده على النادي الاهلي يفوز بها دائما، هي متعه دلوقتي موجوده الحقيقه ليه المجلس الاداره واللاعبين والجمهور، وفكره بقت مزاج بقت مزاج للأهلوية، بقت مزاج انك دوري الابطال بالذات يبقى داخل الجزيره. واكيد الموضوع ما بيجيش بسهوله، الموضوع محتاج جهد وتعب وتركيز وامور كثيره جدا الحقيقه بتحدث، عشان ما بتكسبش انت فرقه جوه مصر، لا ده انت بتكسب فرق هي الابطال في دولتها، فبالتالي بتبقى الامور صعبه الحقيقه. وبيقدر النادي الاهلي من خلال تواجده في 5 نهائيات ان ياخد 4 منها، ده برضو شيء قوي وكبير جدا بالنسبه للنهائيات حتى في القارات كلها. خلينا نرحب بضيوفنا كابتن احمد فوزي. ازيك كابتن حبيبي يا كابتن فوزي؟ صحتك انت، اخبارك ايه؟ تمام، ربنا يكرمك. كابتن احمد رضوان نجمنا حبيبي يا رؤى، ربنا يخليك، منورين انتوا الاثنين طبعا، جدا كابتن فوزي ومع الدكتور طبعا اخويا وحبيبي التربيه محترمه ودكتور. يا سلام يا سلام، ايوه يا عم طبل طبل عشان صاحبك. ايوه رضوان جميل، رضوان جميل، ربنا يخليك. خلينا فوزي، كنت بتكلم الحقيقه على بطوله دوري ابطال، ومش جديد الحقيقه على النادي الاهلي ان هو لما بيوصل نهائي صعب قوي انها تخرج من ايده يعني. الحمد لله طبعا على البطوله، اي بطوله لافريقيا الحمد لله بتبقى مؤثره في تاريخ النادي الاهلي. للاسف النادي الاهلي، انا كان ليا تصريح معاك هنا السنه اللي فاتت بعد البطوله، قلت احنا ما بنعرفش نفرح. كان التصريح ده يمكن جمهور النادي الاهلي ما بيعرفش يفرح عكس الانديه الثانيه، قلت كده تحديدا عشان احنا بندور على اللي بعده. انا واحد من الجمهور على فكره وبدور على اللي بعده، انا مش قصدي، انما النادي الاهلي طبيعي يعني بنشوف يعني ردود افعال الجمهور، قال لك ال 13 ايوه بالظبط. فانا برضو هقول كلمه مهمه جدا، ان للاسف النادي الاهلي خلانا نزعل على اللي يضيع مننا اكتر ما نفرح اللي احنا بنجيبه، بمعنى ان احنا بنزعل على البطوله ضاعت مننا قوي وبنحزن قوي ويعني بنتاثر قوي، انما البطوله اللي احنا بنكسبها ما بنفرحش بيها قوي، لان احنا على طول بنقلب الصفحه وبندور على اللي بعدها. فده بقى يعني ايه زي ما بيقولوا كده كلام كبير، اللي يفهمه يعني تمام. فعلا فعلا احنا بنزعل على، لا ما بيزعلش والله، بس احنا فعلا بنزعل على اللي بيضيع مننا قوي،
ولما بنكسب وبناخد بطوله الحمد لله الفرح ما بياخدش اكتر من حجمه عشان كده بنقدر نركز في اللي بعده. واعتقد دي اللعيبه عارفه حدودها. ايوه بالظبط بالظبط بالظبط. حتى احنا كجماهير بتزق من النهارده. خلصت النهارده انت بتزق وتفتح الصفحه اللي بعدها وان شاء الله ان شاء الله نتقابل في اول بطوله بعد الدستة ان شاء الله. تمام. زي السنه دي. طيب هستاذنكم كباتن هرجي لك كابتن احمد ضون يعني حديث عن فوز النادي الاهلي بالامس. خلينا نروح ليه مشرف عام على الكوره بنادي مودرن فيوتشر والمدير الرياضي وكل التفاصيل الحلوه الحقيقه اللي بتحدث في نادي مودرن فيوتشر كابتن هيثم عرابي. واكيد الحديث هيكون عن مباراه المصري اليوم، لكن قبل ما اروح للحديث عن مباراه المصري اليوم ما ننساش ان هيثم الحقيقه كان احد يعني المسؤولين داخل النادي الاهلي وكان بيقوم بمجهود كبير جدا في التعاقدات. هاخده في منطقه فوز النادي الاهلي بدوري الابطال للمره 12 وشعوره بالامس الحقيقه بهذا الفوز. هيثم تحياتي ليك. تحياتي ليك استاذ المشاهدين وفريق العمل وفي ضيوف طبعا. طبعا كابتن احمد فوزي، كابتن احمد رضوان، كابتن احمد فوزي نجم النادي السابق بيرحبوا بيك يا هيثم. تحياتي ليك حبيبي منورنا. ويعني شعورك امبارح بالامس الحقيقه بعد ما النادي الاهلي فاز ببطوله افريقيا؟ يعني طبعا تاريخ كبير جدا ويعني بطوله كانت صعبه شويه. الماتش حتى كان صعب يعني بيني وبينك، حتى الطريق كولر في الملعب امبارح كانت غريبه حبتين، مش متعودين عليها في النهايات من الاهلي. ولكن مبروك للنادي الاهلي وجمهوره طبعا، واللي جاي افضل ليهم ان شاء الله ان شاء الله. طيب يعني النهارده مودرن فيوتشر بيتعادل مع المصري 0-0. النقطه دي بالنسبه لكم يمكن يعني برضو كان في تعادل ومباراه امام نادي الزمالك ايضا تعادل ايجابي 1-1. يعني النقطتين دول بالنسبه لكم، هل انتوا خسرتوا زي ما بنقول كده ثلاث نقاط، خصوصا ان مودرن الحقيقه بيبحث دائما دلوقتي عن الفوز وتواجده في المربع الذهبي؟ الفرق الكبيره طبعا بتلعب دايما على الفوز ودايما بتبقى عايزه الثلاث نقط، دي حاجه مهمه جدا. ولكن احنا مرينا بكثير الموسم ده، مفيش شماعات ولكن تغيير مدربين، اضطرينا لبعض الحاجات. الكابتن طلعت جه في وقت صعب جدا والمهمه ما كانتش سهله، وان هو يلم الفرقه بسرعه. احنا خدنا بدا ثلاث ماتشات خمسه بوينت مع انبي وزمالك ومصري، فرق كلها محترمه وفرق كبيره طبعا. فبالتالي البدايه مش يعني فعلا مش وحشه بالنسبه للنادي يعني، والراجل بيحاول يلم الدنيا بسرعه. احنا هندخل معسكر الفتره الجايه بعد ماتش الكاس، ولكن انا شايف ان هو بادئ بدايه كويسه جدا والمهمه مش سهله يعني. مدرسه محترمه الحقيقه كابتن طلعت الحقيقه. جدا جدا جدا. انا بستفيد منه كل يوم في التمرين وكل يوم بتقابل معاه، فعلا خبره كبيره جدا. ومش اي حد كان ممكن يجي في الوضع اللي احنا فيه وتلاقي مردود سريع كابتن محمد، لكن الحمد لله احنا طبعا راضيين تماما على الفرقه. هل فكره وجود كابتن طلعت مش من البدايه ده ممكن ياثر على تفكير كابتن طلعت في الحصول على مركز متقدم من وجهه نظر الاداره يعني، او من وجهه نظر كابتن طلعت؟ هل ده في الاتفاق نفسه الطموح لديكم يا كابتن هيثم ايه يعني، او اتفقتوا مع كابتن طلعت على ايه؟ المنظومه من اول يوم، انا دخلت فيها كان دكتور وليد دابس واضح معايا، وبالتالي انا بنقل الصوره دي لاي حد بتعامل معاه في النادي، ان احنا نبقى من الفرق الكبيره. الفرق الكبيره لازم تكون في المقدمه. احنا شكلنا في الجدول ما كانش عاجبنا بقى لفتره بسبب سفريه افريقيا وبسبب الضغط اللي كنا متواجدين فيه، ولكن بدانا نرجع واحده واحده. وهو الكابتن عارف الكلام ده، ولكن ما فيش ضغط ما فيش بريشر على الراجل تماما، بيعمل اللي يقدر عليه وبنبني كل حاجه للموسم الجديد ان شاء الله. ولكن يعني مفيش اتفاق عن الموسم ده في مركز؟ لا لا لا. لا طبعا، بس هو عارف ان احنا لو قدرنا ناخد الدوري يلا بينا، بس يلا بينا يعني. طبعا يا سلام. حي عامة يعني التعامل مع كابتن طلعت، انا احد طبعا اللاعبين اللي اتدربوا تحت ايد كابتن طلعت، شخصيه محترمه ومنظم، حاجه محترمه جدا. اتمنى لكم التوفيق كابتن هيثم ان شاء الله كده احد الانديه المميزه الحقيقه في الدوري الممتاز. كابتن هيثم عرابي المدير الرياضي بنادي مودرن فيوتشر. كابتن احمد يمكن برضه هيثم كان لازم اخده كده حته في اهلي قبل ما يروح لناديه الحقيقه اللي اكيد بيمثله في الوقت الحالي. مباراه الامس والفوز ببطوله افريقيا، هل من وجهه نظرك شيء بقى صعب على النادي الاهلي او على اللعيبه، خصوصا يعني ان انت دلوقتي بقت متمرس؟ كابتن شفاف منهم قال لي كلمه حلوه قوي، ثقافه بطوله افريقيا بقت بالنسبه للنادي الاهلي موجوده خلاص، عارف يكسب ازاي، عارف بيروح للمنطقه دي ازاي، يكسب ده الماتش ازاي، يتعادل ازاي. اتفضل كابتن. بص طبعا مبروك طبعا الاهلي وجمهوره ومجلس اداره ولاعيبه، وحاجه جميله وحاجه محترمه. وبصراحه عدم وجود النادي الاهلي، لو الواحد يقعد يفكر كده شويه، عدم وجوده في مصر اصلا يعمل لك روشه كده، اللي هو وجوده في الكره المصريه بالظبط. لو هو مش متواجد اصلا في مصر، انت في القاره الافريقيه من 2010 انت مش متواجد كانديه ولا منتخبات، الحاجه الوحيده اللي موجوده هو النادي الاهلي. فبصراحه وده زي ما انتوا قلتوا،
فكره ان انت حاطط نفسك تحت ضغط في ستريس على طول يوديك للحته دي. والمنظومه كلها يعني مش الجمهور بس، لا خلي بالك هو اللي ودى الجمهور للحته دي الاداره واللعيبه، وفكره ان انت عايز خدت ال 12 عايز تاخد ال 13. احنا السنه اللي فاتت كنا معاك اول ما خدناها على طول في نفس اليوم ال 12 يا اهلي. فطول ما انت حاطط نفسك في عدم، خلي بالك حتى في اداره الاعمال بيقولوا ايه، انت لو حاطط نفسك في الزون بتاع الراحه ده مش هتعمل حاجه، لكن طول ما انت حاطط نفسك تحت ضغط هتقدر تتحرك وتروح وتروح للطريق اللي بعده وتروح للحاجه اللي بعدها. التنافسيه مع نفسك. فطبعا يعني نفسنا كل المؤسسات تبقى بنفس الشكل ده في مصر. هنروح في حته تانية خالص. طب هسالك سؤال بقى مهم جدا، يعني ما النادي الاهلي لو احنا اتكلمنا بالمقارنه في مصر، انت بتقول لي بينافس، عنده حته المنافسه مع نفسه، مش مع نفسه يعني قصدي ان يعني هو بيدي الحافز لنفسه. تمام. طب ما افريقيا ما دول ابطال ما عندهمش الحته دي. بس انا معاك، بس فكره ان انت حاطط نفسك في الحته دي، انت كل مره حتى في افريقيا بتنافس حتى مصر نفسك. بس دلوقتي الاهلي بينافس نفسه، خلي بالك انت لما تيجي تبص خلاص هم تعبوا اصلا، يعني تحس ان الفرق بتاعت يأس. اللي هو احنا هنروح فين من الاهلي ده. وجوده معناها وجوده عامل يأس للفرق الكبيره بتاعت افريقيا كلهم. اللي هو طول ما هو متواجد انت عندك 50% هو اخدها. شويه شويه ال 50% الثانيه تونسي حبيبي يعني قال لي ماشي بقال الاقوى. يعني لا، فكره الاحساس ان النادي الاهلي هو الاقوى موجوده عند اخواتنا الحقيقه. بس خلي بالك الترجي جاي ليه؟ لان الراجل ده بقى له 6 شهور بس مع الفرقه دي. وفكره ان هو يجي 6 شهور ويحط الفرقه اللي انا شايف برضو السكواد بتاعها مش عالي في الحته دي ويوصل فاينل. منظمه شويه عن قبل كده بالظبط، لان هم البرتغاليين بيبقوا شطار جدا في الحته الدفاعيه ومقفول. وطول ما انت بتقفل كويس وبتدافع كويس ما بيخشش في الجوان بتعرف توصل لحتت بعيد. فالخوف من دول، لان سان داونز برضو انا حاسس ان هو في نزول السنه دي مش زي السنه اللي فاتت مش زي اللي قبلها. صحيح. لكن الاهلي سان داونز خرج السنه اللي فاتت برضو بنفس الموضوع يعني نفس الموقف امام الوداد، بس جه خد السوبر الافريقي يعني ما بعدش كتير، بس هو ماشي في نفس الاتجاه بتاعه خلي بالك. بس حتى يمكن التوفيق ما كانش معاه السنه دي. ده موضوع تاني ان في العموم هو انت لو هل كان ممكن يبقى البطوله اصعب، نهائي البطوله اصعب لو كان سان داونز موجود؟ اكيد متهيألي طبعا. الفرقه عموما مختلفه خالص عن الترجي بسكوادها بشغلها باسلوبها حتى الفني جوه الملعب باستحواذها. بس المباريات النهائيه يعني لو بنتكلم لسان داونز وانت بتلعبه في دور مثلا من ضمن المجموعات هتبقى بالنسبه للنادي الاهلي مختلف تماما في قدرته وحصوله على المباراتين عن ما تكون في مباراه نهائي يعني. طبعا يعني دي تفرق، بس انت نفسيا شويه بقيت شويه مع سان داونز اللي هو في النواحي النفسيه شويه بتبقى هي اللي مخليك متساوي شويه يعني. مع الفرق الثانيه انت بتبقى 60 40 او 70 30 كمان، لكن انت فكره ان الـ الـ الخساره اللي قبل كده شويه بتعمل لك عدم اتزان شويه. لكن معلش يعني بس نتفق على شيء، ما الاهلي كان في وقت من الاوقات كان الاهلي مثلا ما بيعرفش يكسب مثلا الترجي في الترجي او الفرق المغربيه ولكن الامور شمال افريقيا عموما كان اختلفت تماما يعني طبعاً. بدايه من الالفينات القصه زي يعني ما قلت لك رحنا تعادلنا مع الترجي في 2001 قبل النهائي وخدنا البطوله من سان داونز والصفاقسي وبعد كده لا الفكره النادي رايح في حته ان انت الحمد لله النادي مش محتاج حاجه. الاداره موفره كل حاجه. الراجل اللي بيجي كمان بيجيبوا الشكل او الشيب اللي النادي عايزه. مش بيجيب، خلي بالك الراجل ده كان ممكن امبارح يلعب بقفشه ويلعب بامام ويفتح جيم راجل برده ذكي جدا راجل يعني عاقل جدا ومتزن وبيلعب بشكل مش فيه فتح الدنيا. حتى لما التغيير اللي اتعمل امبارح وشويه هم خدوا استحواذ بعديها بثمان تسع دقائق راح برضو منزل قفشه فالدنيا شويه اتظبطت شويه. بس الاستحواذ كان فيه جزء منه كبير في الشوط الاولاني برضو بالنسبه للترجي لينا، لكن انا بتكلم على الشوط الثاني. لا الشوط الاولاني كان فيه جزء كبير هو ساب الملعب برضو هو بعد الهدف بعد الهدف قبل من نص الملعب وما كانش سايب حد قدام غير وسام، وكان بينزل بيرسي تاو وبينزل حسين الشحات لحد الخط من تحت، فهو كان سايب له الملعب كله اصلا الشوط الاولاني والشوط الثاني كمان، وما ابتداش يمسك الكوره غير يمكن اخر 7 دقائق. دي وجهه نظري في الشوط الاولاني. هو راجل عموما يعني مش هتقول ان هو انا شايفه كلاسيكي بحت بيلعب اللي هو ايه اللي يكسب ماشي حلو. وانا مش معترض تاني ليه بالنسبه له انا مش معترض انا بتكلم هو في الناحيه هو راجل كلاسيكي
مش بتاع ابداع، مش بتاع ان انا انزل. لا هو راجل بيلعب على قد امكانياته وبيعرف هو بيعمل ايه، بس هو وده اللي حصل. ماشي وده اللي حصل. انا معاه. تبص طالما نجح يبقى صح، وصل طول البطوله. طالما هو ناجح يبقى صح. بس البدايه مثاليه. لو انا قلت لك مثلا اكسب 3 4 في النهائي تفرق معاك لو كسبت ولا اي حاجه؟ ولا الهوا. لو كسبت بالانات انا كسبان. البدايه حتى لو انت الاقوى، حتى لو انت عارف ان انت الاقوى، بس البدايه مثاليه. يعني تخيل كده ان الجون ده يتاخر شويه، فانت تلعب تحت ضغط فقراراتك كلها تبقى معظمها فيها مشاكل. لكن فكره الجون البدري اللي جا اللي جه ده عمل لك انت اتزان في الملعب، هدوء، انت خلاص وصلت اللي انت عاوزه، وعمل العكس للترجي. بس الحاجه الكويسه كمان الضغط العالي اللي كان بيتعمل على الناس وبيجبروهم ان هم يلعبوا طويل، فده كمان خلاهم ان هم مش قادرين يلعبوا. ولكن ده شويه يمكن كان هيأذينا في كام حاجه، لان الراجل رودريجو ده برضو بيلعب دماغه كويس. صفه شوبير غير في كره واحده يعني على مدار اللقاء. خط الظهر بتاعك امبارح كان هايل، خلي بالك في اوقات كتير جدا كان رودريجو ده بيسحب رامي، لكن محمد هاني كان هايل امبارح في التغطيه. الراجل طيب قوي. مين؟ رودريجو. كلهم طيبين دلوقتي بالنسبه لك يا استاذ. البرازيلي ده لا يعني فولي. بص هو في الامور الهوائيه بتاع بصراحه هايل. يعني الكره العاليه كلها خدها، لكن تحت شويه هو ضعيف شويه، لكن برضو بيتحرك. هم عموما لما تيجي تبص عليهم حتى ساس برضو لعيب كويس. بس ما عندوش افضل ما عندوش السرعات اللي هو يلعب في جناح، خلي بالك برضو يلعب 10 اللي هو الديفندر اللي اخذ انذار كان المفروض يطرد. حسام قولوا ده هايل، 6 ده هايل يعني نص ملعب. لا والشعلالي ده برضو لعيب كبير وكابتن فرقه وهادي. لا فرقه مش انا مش بقول ان هم قليلين، ولكن ما عندهمش اللي يأذوك، يعني ما عندهمش اللعيبه الكواليتي العالي اللي يأذوك. يعني فوزي مكاسب البطوله دي من وجهه نظرك يعني، مش الماتش، البطوله نفسها. طيب قبل ما اكمل، قبل ما اخش على المكاسب، انا ليه عندي نقطه مهمه جدا في الاستمراريه اللي انا قلتها في الاول. الاستمراريه بتاعه النادي الاهلي هي اللي عامله اللي هو فيه ده. يعني انت لما تيجي تشوف افريقيا كده كل كام سنه هتلاقي الترجي خد له 3 4 سنين، هتلاقي حريه كوناكري خد له 3 4 سنين، هارتس فوق خد 3 4 سنين، الوداد خد 3 4 سنين، مازيمبي خد 3 4 سنين. كل مازيمبي خمس مرات. انا قصدي 3 4 سنين انه في التوب، وبعد ما بيوصل للتوب بينزل. ولما بينزل بيقع، بيختفي، هبدا. الزمالك فتره من الفترات في اوائل في اواخر الالفيه او معنى صح 1 و3، قبلها كان 98 اعتقد او 97 98. كل الفترات دي الزمالك من 2002 ماشي. انا قصدي لا احنا قصدي ان هم يعني يا فاروق، قصدي ان الفرقه دي بتطلع في وقت معين 3 4 5 سنين، وبعدين لما بيجي يغير جلده بيقع خالص، ما بيبصش لقدام عكس النادي الاهلي. الاستمراريه موجوده على طول، الزق موجود على طول. طب هو اداره ولا جمهور؟ لا اداره، ومن بعد الاداره جمهور. خلي بالك عشان نبقى منصفين، اللي غير الفكر ده كله من جوزيه بتتغير يعني كلها. بص اللي غير فكر يبقى الجمهور، يبقى الجمهور، ولكن دايما موجود. ولكن الاداره لما بص على السلسله، يعني انت تخيل السلسله اللي موجوده من اول كابتن صالح سليم رحمه الله عليه، كابتن حسن حمدي، باشمهندس محمود طاهر، ثم كابتن الخطيب. السلسله دي متصله، السلسله مش منفصله. السلسله ايوه السلسله من داخل جمهور النادي الاهلي، لعيبه كوره ما عدا طبعا الباشمهندس محمود طاهر، ولكنه كان متواجد مع كابتن صالح سليم متعلم منه. صحيح. عشان كده زي ما بقول لك السلسله مش منفصله، الفكر موحد. زي ما قلت لك جوزيه فرق كتير جدا مع النادي الاهلي، بعد ما كناش بنروح افريقيا قال لهم لا ده انتوا ما تدوروش على البطوله العربيه وفكروا بس في افريقيا، وده اللي غير من الهويه طبعا، والمقابل المادي اللي موجود كل حاجه. انا عشان بس إيه عشان نوضح احنا ليه، انا ليه بقول ان احنا دلوقتي بنفكر في ال 13 وجمهور بيزق لل 13. هي دي قصه الاستمراريه، ودي اللي هتخلي النادي الاهلي يركب افريقيا زي ما انت بتقول. بطوله الانتركونتيننتال ده لاول مره، هي اول مره تتعمل اصلا. فكون ان انت تكون موجود في بطوله زي دي برضو حاجه هتقعد طول عمرك. عايز اقول لك حاجه، فرصه كبيره ناخدها. ليه ما فيهاش اي انديه اوروبيه؟ لا فيها نادي واحد اللي هو نادي واحد اللي هو اللي هيفوز من بايرن. يعني انا بتكلم بالاساس من ريال مدريد وبتاع. الاساس هتلعب فرق اسيا، يا اما اوكلاند سيتي ويلعبوا بعض وانت تلعبهم، وبعدين تلعب بتاع امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه لما يقابلوا بعض. فيعني قصه كبيره. ولكن انا ده دي قصتي في الناحيه الاستمراريه. تعال نتكلم، انت السؤال بتاعك كان بيقول مين مكاسب امبارح. مكاسب امبارح بالبطوله ال 12 حقيقه بالنسبه للنادي الاهلي. اولا اكبر مكسب بالنسبه لي ومن وجهه نظري مصطفى شوبير للامانه. انا بتكلم بقى جيل جديد
جديد زي امام عاشور بياخد بطوله لاول مره، مصطفى شوبير وطبعا مهم جدا مصطفى مش اول مره. يعني انت خلي بالك البطوله اللي فاتت لولا تالق مصطفى شوبير في الماتش الوداد الاولاني يعني شوبير المره دي لعب اكتر النهارده. النهارده هو لعب 8 مباريات ومنهم 6 اقصائيات، 6 اقصائيات لا يعني مش مش بس 8 مباريات عاديه لا ده 6 اقصائيات يعني رقم كبير جدا، وما يخشش فيه هدف في 6 اقصائيات وخاصه ماتش مازيمبي هناك ده كان عامل واحده من اروع الماتشات. صحيح. فده مكسب كبير للنادي الاهلي، شخصيته مكسب كبير للنادي الاهلي تقعد معاك سنين. ادي رقم واحد. رقم اتنين طبعا امام من المكاسب الكبيره جدا للنادي الاهلي، وسام ابو علي من اهم المكاسب اللي الاهلي هيستفيد بيها قدام. يعني شايف ان بقيه اللعيبه كلهم طبعا وجود كريم فؤاد في الحته دي ثواني ثواني بس كريم فؤاد لان الناس اغفلت حقه. كريم فؤاد بيلعب هاي 10 على 10 وبيلعب في حته غير حتته ومش على رجله السليمه وبيعوض غياب معلول. يمكن ما حسيتش بيه هجوميا ولكنه دفاعيا تفوق على نفسه، فبرضه لازم نديله حقه. واحد زي اكرم ومروان عطيه، مروان الشوط الاولاني يا جماعه احسن واحد في المباراه. انا يعني انا عن نفسي لما مروان خرج من الملعب استغربت في التغييره بتاعت مروان، انا استغربت لانه ممكن احسن الناس اللي موجوده في الملعب، انما الراجل ليه فكر معين انه هيوقف ديانج واكرم وهيزوق قدامهم قفشه، فكان ليه فكر معين او هيزوق قدامهم قبل ما قفشه ينزل. انما مروان واكرم حاجه جميله جدا جدا جدا. رامي ربيعه للامانه الناس بس ماسكه رامي تعرض لفترات في فترات سلخ، بس كان في كوميكس حلو قوي امبارح انا شفته، قال لك احنا قلنا ان احنا خايفين رامي، احنا فعلا كنا خايفين منه عشان هو لايين ماشي. بس 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 انا قصدي ايه، رامي احسن يمكن احسن مباريات حياته من احسن مباريات حياته الماتش في الترجي هناك الماتشين وامبارح بالامان. سيبك من الجول، انا على فكره ما يعني ما بقيمش مدافع على الهدف اللي بيجيبه، انا بقيمه على الحته بتاعته. الراجل كان 10 على 10 مش ملاحظ حاجه، اللي جابوا البطولتين ورا بعض مدافعين منعم منعم ورامي ده خلي بالك دي ترفع من كله قوي لان انت اللي كورتين ثابتين ايوه فاكرهم انا عشان كده فانت خلي بالك ما هو احسن ناس بتلعب بدماغها المدافعين وخلي بالك دي كانت الميزه بتاعتهم. مش عم بقى دي كانت الميزه بتاعتهم هي بتلعب بدماغها. لا خلاص مفروض يعني دماغك راحت، الكره الارضيه خلصت. احنا داخلين الماتشين متخوفين من الكور الثابته لان هم عندك مرياح وتجاي انت قلقان منهم اللي خافوا منا بقى في الكورنر. فخلي بالك برضو تكمل الكلام الدكتور، اللي جاب الكورنر كريم فؤاد يعني اللي جاب الكورنر الاولاني ده تمام. وصول هاني خلي بالك قبل كريم وكانت المفروض في كورنر اتلعبت بالعرض عاليه ونزلت وبعد كده في الدقيقه 4 الكورنر وحسين شحات اللي لعبها. بس هي الفكره كلها ان الراجل الثاني جردوزو ده بيلعب بشب منطقه بس، يعني الراجل مثبت الناس في المنطقه وواقفين، ودي مشكله الناس اللي بتلعب في الكوره الثابته في المنطقه، لان اي حد بيجي متحرك. بيبقى طبعا التكوف بتاعه اعلى ما بيتشافش، بيبقى ده من الثبات وده من الحركه، فهي دي المشكله. طيب هرجع لك تاني كابتن احمد، بس قبل ما اطلع بس هقول الملاحظه على مصطفى شوبير الحقيقه وعقليته الحقيقه عجبتني امبارح. قلت لك ايه؟ لا عقليته في ايه بقى ما بعد الماتش؟ راح لل راح ل امان الله مميش انسان عجبني كبير يعني سابقه سنه بس هو شخصيه وانت بتكلمه هو عنده 19 يعني سنه تحسه واحد عنده 40 سنه. خلي بالك ما شاء الله يعني قوة صغير لا دماغه ما شاء الله عنده ثبات وعنده قدره على التكلم محترم انسان مهذب، فلا يعني حاجه تشرف. انا قلت بس عشان يعني برضو اللقطه دي عجبتني بالنسبه لمصطفى شبير. هطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتننا ان شاء الله. طيب رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، برضو نقول الخبر الخاص بان الاهلي بيضمن المشاركه في كاس الانتركونتيننتال بعد اللقب افريقيا امس. هنا اقول لكم بقى اللي هيشاركوا في هذه البطوله لسه ما تحددتش ميعادها بالظبط، خصوصا كاس العالم هيتلعب، كاس العالم الانديه هيتلعب كل 4 سنين، لسه لحد الان الفيفا لم يحدد الموعد النهائي للبطوله. طبعا نادي العين بعد الاهلي، طبعا النادي العين اخذ ايضا دوري ابطال اسيا بالامس امبارح بعد ما كسب 5-1 يوكوهاما. بنتكلم ان في مباراه ما بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند يعني هيحدد بقى البطل فيها، ثم الكونكاكاف بطل الكونكاكاف وبطل امريكا الجنوبيه،
واوكلاند سيتي طبعا نيوزيلندي حاجز مقعده دايما ده حاجز مقعده في البطولات العالميه. كابتن فوزي ده مكسب برضه مهم جدا، فلوس هتخش اكيد. انت فلوس، انت بتتكلم، انت اتكلمت على اللعيبه نسيت الفلوس امبارح دي اهم حاجه لانك هتجيب اللعيبه بعد أيوة كده. دي حقيقة. انت امبارح 4 مليون دولار ومتوقع من الانتر كونتيننتال دي اقل حاجه مليون، وان شاء الله تروح 25 تاخد لك في اللي هي البطوله بتاعت امريكا دي هتاخد رقم برضه. ف فوق المليار جنيه كده. طب ما هو انت يعني قول الحمد لله. ايوه مليار جنيه دول لك او المبلغ بالدولار حتى جيب لك كام لعيب حلو كده. اه بالظبط هي كده. انت المفروض بقى انت الرقم اللي انت خدته ده تستثمره. اعتقد ان الاهلي بيعرف يستثمر كويس. بيعرف مين يمشي ومين يبيع بكام. وبرضه هقول لك حاجه، في الوقت اللي احنا فيه دون انا اعتقد ان 3 من الخمسه او 2 من الخمسه على الاقل تقدير المتواجدين هيتغيروا وهيجي مكانهم لعيبه احسن. وده من الخمسه محترفين قصدك؟ ودي سنة فكره معلول بعد الاصابه دي وتجديدها بتشوفها ازاي يا فوزي؟ بص هقول لك حاجه، يعني النادي الاهلي خلاص قرر ان هو يجدد لمعلول. طيب خلينا اتفق معاك، انت في حاجه المنطقه دي كده كده. خلينا اتفق معاك على نقطه مهمه جدا. الحركه كويسه ان هم يجددوا له ويقعدوا لحد شهر واحد طبعا. ولما يرجع ان شاء الله من شهر واحد يقدروا يقيموا بعد كده، ادي رقم واحد، ويتفقوا معاه من دلوقتي، دي حاجه مميزه جدا. انما قصه يعني انا هبقى ناشف شويه في الكلام، ان انا يبقى معايا لعيب محترف بياخد بالدولار وما ايدوش وفي نفس الوقت ابقى ارجع اقيمه، لا. انا شايف انه لو هو موجود يكمل وياخد، لان علي رقمه كبير في النادي الاهلي. كلام فوق المليون دولار. اعتقد رقم، لا رقم كبير. فانت ما ينفعش ان انت تحطه وتديله عقده وفي نفس الوقت ايه تستبعده خالص. لا خلاص خليه موجود ويبقى متواجد، دي وجهه نظري. لان انت الفلوس اللي بتدفعها انت مش جمعيه خيريه. متواجد ازاي فاز من الفلوس يعني؟ لا يبقى متواجد بفلوس بس خلاص بقى تأيده، يتأيد ويتحسب لك لعيب ويبقى موجود لحد اخر السنه، لانه هياخد فلوسه كامله. انت لو جيت مشيته في شهر واحد هتديله بقيه فلوسه كامله. ده قانون الاتحاد كده. ان انت لو قعدت لعيب لحد شهر واحد وما في حل تاني. طيب فوزي وجهه نظري حل تاني غير لا انا لازم 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 علي معلول يجدد ولازم وكل حاجه ويبقى موجود، بس ما تجيش في شهر واحد تقيمه. يكمل معاك الموسم كله، وهتجيب لعيب يبقى هتجيب باك ليفت كويس يلعب لما يرجع علي معلول، يبقى في تنافسيه زي ما الشناوي الحمد لله على السلامه الاول وانه رجع سليم وكويس وكل حاجه. الشناوي قعد بعد بطوله افريقيا دلوقتي 4 شهور ما بيلعبش، ومصطفى شوبير اللي بيلعب. لما مصطفى رجع لما الشناوي رجع دلوقتي في تنافسيه، انت مش عارف مين اللي هيرجع ده ولا ده، حتى في منتخب مصر يبقى في تنافسيه. هو ده اللي انا قصدي عليه، هتجيب باك ليفت، هتجيب باك ليفت كويس، ويبقى علي معلول مكمل معاك السنه، لما يرجع من الاصابه يبقى يكمل زي ما هو. دي وجهه نظري. لان انت كده بتحسبها ان انت خلي بالك مع الاداره برضه مرتبطه بفلوس ومرتبطه بعلاقه جيده. عشان كده بقول ايه مرتبطه بفلوس. انت لما مليون دولار يا فاروق يعني اكتر بقى خلاص. هو الراجل يعني ده كان بيتكلم في مليون دولار، اقل حاجه 500 اقل حاجه يا فاروق هقول لك مليون. مليون دولار يبقى مليون دولار دول يتحطوا احتياطي، ولا مليون دولار دول يكمل بيهم السنه معايا كابتن احمد، ولا انا مش معايا ولا مش معايا؟ خش معايا في الحوار عشان لو رايك مش زي رايي يبقى ليك حق. انا شايف معلول ليه رصيد كبير. طب انا ما قلتش كده، انا ما قلتش غير كده والله. كان ليها رصيد كبير جدا عند الاهلي وكده، لكن اصابتهم او امور كثيره يعني برضو ما هو برضو النادي لو حصل حاجه زي كده كابتن فاروق يبقى ده كان غلط. انا شايف ان ده راجل ده مثلا مرتبط بعمرو السوليه برضه. لو انا هكلم معاك بس ده راجل عمرو السوليه راح فين؟ ما هو فضل موجود. هو كابتن فوزي بيتكلم في ان انت بعد شهر واحد هتيجي تقول طب هو موجود ولا مش موجود. هقول لك معلش، هو قصده ان هو خلاص يعني معلش هقول لك بس مثلا صغير. اجي ايه حصل في نفس الموقف بالظبط، وقعد لحد شهر واحد ومشي في شهر واحد راح ليبيا معاك بس صح. بس كمل بقى انت كلام. بس كان الوقت بتاع جاي اطول يعني ماشي. كان اصابته كبيره طويله تمام، لكن انا قصدي معلول اصابته ان شاء الله مش هتبقى طويله قطع جزئي ان شاء الله ماشي. انا مش فيرجع ان شاء الله يبقى زي الفل يا احمد. انا معاه قلبا وقالبا وبقول لك كلها وداعم ليه. انا داعم لان وجود علي معلول، بس انا بقول لك لما يجي نجيب باك ليفت قوي لازم ده لازم يعني لازم نجيب باك ليفت قوي خلاص. هو ده يعني ده امر مطروح اصلا مش محتاجه كلام. ده امر باك ليفت قوي لو معلول موجود ولما يرجع معلول يتعمل من سنتين يبقى بس يعني ده اللي انا بتكلم فيه. ماشي انا معاك في ده يتعمل من بدري، لان الراجل بصراحه سنه كبر. مفتاح هايل مهم. بس ما يقدرش يلعب كل الماتشات اللي انت بتشتغل فيها ولا كل البطولات. لازم حد واحد صغير يدبدب ورا
انا كنت شايف كريم الدبيسي يقدر يعملها, لعيب كويس, وانا اتفرجت عليه في دجله كتير جدا, انا كنت ماسك ساعتها الاتصالات. لا لعيب كويس جدا ويقدر يسد الحته دي, بس ياخد الثقه وياخد الشغل. محمد شكري بعد الصليب شكري طبعا هايل طبعا, وكان طبعا قبل كريم الدبيسي كمان شكري, لكن طبعا اصابته طبعا دي ممكن تاخره وقت غريب جدا. يعني وقت غريب, انت بتجدد لمعلول ثم علي معلول يجي له اصابه وهو مصاب, يعني حظ وحش للاهلي في المنطقه. ده رزق اللي هيجي, خلي بالك. هو رزق بقى, رزق اللي هيجي يعني. شوف انت كنت هتدور شكري, لا شكري اتعور, لا علي معلول, علي معلول صعب يبقى مصري اللي جاي يعني على ارض. انا بقول لك كريم يعني الدبيس, كريم الدبيس ده يشيل القصه دي, يشيل الحته دي دلوقتي. ليه؟ لان انت عندك منطق وفكر الاهلي, او يعني مش عايز اقول شخصيه, مش شخصيه كمان, انا بتكلم المتطلبات للمركز ده بالنسبه للنادي الاهلي. لان ليه هقول لك كده, لان انت عندك دلوقتي كريم فؤاد ده لما هتزنق هيلعبها لك. ايوه بس هيلعبها لك بالشكل اللي انت شفته امبارح. عمر لما يتزنق هيلعبها لك. انا قصدي كوكا في المنطقه دي, كوكا ودي كوكا ممكن يلعبها لك, حسين الشحات ومعشور الفرصه الهجوم. انا بتكلم في لعيب صغير, سنه صغير, يقدر يشيل الحته دي, يقدر, لان احنا اتفرجنا عليه. عندك كوكا كان باك ليفت اصلا, وكوكا ما انا بقول لك عشان كده. وكريم فؤاد لو اتزنقت هتلاقيه, يعني انا قصدي في اربع لعيبه هم متواجدين, نشوف الاحسنهم. وانا شايف الاحسنهم اللي هو عدلته, الراجل الاشول صرف اللي هو بيلعب, ولعيب كويس وحريف ولعيب هايل, بس الفكره ان انت تديله يعني في ماتشات. انا مثلا كنت فكره ان انت ما بتلعبش في الرابطه, ما تلعبش ليه في الرابطه؟ ما تدي الولاد دول في الرابطه, ادي الولاد دول في الكاس, يعني ابعد الناس خلاص. انت 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 ما شاء الله بتاخد كل حاجه كبيره, ففي حاجات كده اللي هو الكاس, الرابطه, لازم تدي للناس اللي ما بتلعبش. هو ما الاهلي ما بيشتركش دلوقتي في كاس الرابطه. ما هو دي انا اعتراضي, ليه ما تشتركش؟ ما تلعب 2003 اللي مشوا دول, ما تلعبهم, كنت في الرابطه, كنت طلع لك 3 4 لعيبه تقدر حتى على الاقل تسوقهم. مش هنقول ان انت يعني الاهلي مش محتاج حد تاني. احنا يعني احمد في المنطقه دي يعني. لا انا شايف كريم, انا اتفرجت عليه كتير اصلا. انا شايف ان كريم ما شاء الله يشيل, خصوصا ان شاء الله معلول عبال ما معلول يركب. بس انت لسه قايل من ده, المفروض من سنتين ان كان الاهلي يجيب في المنطقه دي. ما انا بتكلم, لا اما الراجل ياخد من بدري يعني, لا اما شكري يبقى متواجد, لا اما كريم صغير. لكن مفيش حد في مصر. مين؟ حمدي, بيراميدز مش هيسيبه. مين تاني؟ حد تاني؟ فتوح برضه نفس الكلام. فتوح نفس الكلام. زمالك الولد بتاع الزمالك, الولد بتاع الاسماعيلي. على فكره في 2 افارقه في الدوري, هم هم من احسن الناس. جوناس حد كويس, جوناس بنك اهلي, وبنك اهلي من احسن الناس في الدوري يعني. يعني في عندك مشكله هنا وهنا, خلي بالك. في ولد باك ليفت في الاسماعيلي اسمه عبد الكريم, ولد صغير مواليد 2003 اعتقد. الولد ده لعيب كويس قوي يعني, حته مانجا كده ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها. استنى, احمد قال لي في مشكله فين وفين. عندك مشكله في مصر في الحته دي, من حته مش في الاهلي يعني. لا لا, في مصر محتاج باك رايت. لا لا, الاهلي عنده هاني, عندك عمر واكرم يشتغلها. لا انت وكريم خالد اشتغل, وخالد موجود, وكريم خلاص. كريم اصلا باك رايت اصلا. ما انا بقول لك الحته دي مليانه. لا لا, الحته دي متواجده. بس امبارح يعني لو اتكلمنا على الماتش امبارح يعني, واللعيبه, لا في لعيبه كتير جدا ما شاء الله امبارح كويسه. ما شاء الله عنده يعني فرقتين يعني فرقتين ما شاء الله. طيب عشان وقتنا, كابتن حسام حسن ومنتخب مصر حقيقه, والقائمه الخاصه اللي اعلنها النهارده لماتشي بوركينا فاسو وغينيا بيساو. طيب قائمه, معرفش انت طلعت عليها فوزي, طلعت عليها كابتن احمد, شناوي, صفي شوبير, عواد, مهدي سليمان, حمد منعم, رامي ربيعه, ياسر ابراهيم, احمد رمضان, بيكم, محمد هاني, اكرم توفيق, محمد حمدي, فتوح, مروان عطيه, حمدي فتحي, احمد نبيل كوكا, امام عاشور, احمد سيد زيزو, ناصر ماهر, محمد صلاح, مصطفى فتحي, محمود حسن تريزيجيه, مصطفى محمد, محمد الشامي, احمد امين اوفا, ومحمد شريف. طبعا انا كنت اتكلمت ليه رمضان صبحي مش موجود في القائمه, بالرغم ان كابتن حسام كان دايما في تصريحاته رمضان صبحي عليك. رمضان صبحي طبعا مشكله رمضان صبحي والمنشطات, بالرغم ان حتى الان يعني في معارضه بالنسبه لرمضان, وده ممكن يتيح لكابتن حسام ان هو ياخده, لكن قال لك لا انا مش عايز اجازف, خلاص انا باخد اللعيبه اللي موجوده. خلي بالك مصطفى شلبي برده في المنطقه دي برده اصابه, عمر جابه برده, محمد شحاته, يعني كل دول محمد شحاته مش اصابه. لا محمد شحاته لا ما خدوش
مش موجود عشان تقريبا في تنسيق ما بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول بوجود محمد شحاته. كان لعيبه كويسه جدا جدا لعيب كويس جدا. طيب يعني برضو الاختيارات بالنسبه لك حسام رايك فيها يا فوزي؟ انا شايف ان الاختيارات موفقه. كنت اتمنى ان عمر كمال عبد الواحد يكون موجود. محمد شحاته كنت اتمنى انه يكون موجود. يعني دول اكتر اتنين يعني ممكن دونجا دول اللي ممكن يكونوا عاملين شغل. عبد الرحمن مجدي الاربعه دول شايفهم يعني يستحقوا يكونوا متواجدين في البطوله في الـ في الـ في الساعي الساعي النهارده جاب جول. لا سيبك من الجول الساعي برده منتخب الاولمبي ماشي كويس. برده منتخب الاولمبي انا ما اعرفش. انا بقول لك اللعيبه اللي ممكن تتاخد. انا بقول لك اللعيبه اللي ممكن تتاخد ما اعرفش بقى. فلا اللعيبه دي الخمسه دول. ولكن في الاول وفي الاخر اختيارات كلها موفقه. كنت زي ما قلت لك انا شايف ان مفيش حد ممكن تضيفه على لو انت حاولت تدور مش هتلاقي حد كتير تضيفه. فاعتقد زي ما قلت لك كان اختلاف حاجة خاصه بيك انت وجود الشناوي. لا انا انا موافق 200% زي ما الشناوي مشي من المنتخب وكان هو اللي اتصاب في الكان لما يجي يرجع. لا الشناوي خبره كابتن فريق كابتن منتخب خلي بالك راجل من الخبرات الكبيره جدا. راجل عنده ثبات انفعالي وعنده قدرات كبيره. كان بيلعب اساسي الفتره اللي فاتت. تالق مصطفى شوبير زي ما قلت لك هيعمل تنافسيه ما بينهم هما الاثنين. ولكن مين اللي هيلعب دي بتاعه كابتن سعفان طبعا وكابتن حسام. شايف مين يلعب؟ مصطفى. مصطفى ماشي بخطه تخليه يلعب. هو انا عايز اسال سؤال بعد اذنك عشان عايز اسال سؤال عشان انا اتسالت السؤال ده كتير. فانت انت تعرف تجاوبنا يعني. تمام. اثنين حراس نفس القصه بتاعت الشناوي. مين اللي يلعب؟ اللي رجله في الملعب دلوقتي. دلوقتي ما خلاص هو قال لك ما يرجعش بيه اللي رجله في الملعب. ماشي ما هو انا بتكلم في النادي مش بتكلم في المنتخب. لا في النادي. اه في النادي دي بقى بتاعه المدير الفرقه بتاعه المدرب الحراس ومدير. لا لا يعني دي مش حاجه خد يعني انت مش حاجه خدت لاعب شوبير وفي النادي ما تلعبش شوبير. اقسم بالله كان بيحصل كده. كان كابتن اقسم بالله كان كابتن ثابت بيلعب في النادي وكابتن شوبير بيلعب في المنتخب. لا لا اقسم بالله وحضرتك يعني ما فيش ثوابت في الحاجات دي قصدي. لا يعني مفيش ثوابت مفيش ثوابت. في بقى ايه كل اللي مدرب حراسه اللي ماشي اللي ماشي كويس هو اللي راكب ده الكلام يعني ده في النادي. انا قصدي ايه دلوقتي شوبير هو اللي راكب الشناوي جه. ففي ناس بتقول لك لا ما شوبير ماشي كويس وفي ناس بتقول لا ما هو الشناوي ساب الدنيا وهو كان رقم واحد. طيب مش المفروض الشناوي لو رجع يرجع على ماتشات في الدوري لازم يتأهل قبل افريقيا كده لان كان في ناس بتطلب ان هو يلعب. لا لا لا, لا يعني بس لو يعني كان لعب ماتشات يعني الدوري اللي قبل صح كده. ايوه طبعا. لا ده كان في ناس بتطلب في ناس بتطلب هو يا جماعه هو كان رقم واحد لازم يرجع رقم واحد تاني. طب ازاي من غير ما يلعب اصلا رجله في الملعب ولا دوري ولا ماتش ودي النقطه مهمه ده بالذات يرجع على طول. نقطة يعني مهمة لك الكلام هوضح عن المركز ده انك يعني احنا كنا في روضه ماشي عشان تلعب بعد اصابتك تاخد الدور تلف عليك اربع مرات. بس انا هقول لك حاجه بس في نقطه الحراسه دي نقطه مهمه جدا. انا لازم اهله واحد اثنين ثلاثه يا جدعان. ده خلع في الكتف. ده خلع في الكتف بالنسبه لحارس مرمى. اما يتمرن عادي ينزل ملعب عادي. انما لازم ياخد في الاول ماتش والتاني والتالت عشان ابتدى العبه. عشان كده دي وجهه نظر يعني. لازم يلعب الاول ماتشين دوري ثلاثه. بس هسالك سؤال حلو في النادي الحقيقه. في النادي لا انا موافق. انا موافق اللي راكب لا اللي تكسبه العبه. انا ده اللي هو شوبير. دي بتاع بص دي وجهه بس نظر في الاخر بتاع ميشيل يانج. دي بتاعت ميشيل يانج في الاخر. طيب احمد قايمه وياسر ابراهيم يعني اول مره تشوفه امبارح بعد فتره طويله. رصيد هي رصيد؟ فكره برضه رصيد. هو عنده رصيد وكوكا. كويس وكوكا نفس الكلام. بس هو طبعا عمر كان لازم متواجد. عمر من انا شايفه باك رايت مع شويه تركيز بس في الفينش. عمر هيبقى في حته بعيده جدا. عمر كمان هاي الحاجه محترمه جدا. ولازم لازم كان هل الحديث عن الخلافات اللي كانت موجوده ما قبل وجود كابتن حسام حسن خلينا احنا ممكن تكون سبب ولا ده حاجه فنيه من وجهه نظرك؟ والله خلينا احنا في ظهر كابتن حسام برضه. احنا في ظهره. احنا لكن مش البديل محمد هاني معاك. بس عمر مين البديل؟ اكرم هيلعب ممكن. بيكهام لانه مختار خط الدفاع خلي بالك. بيكهام بيلعبها برضه ممكن. لا هو مختار اكرم في خط الدفاع. هو اخذ اربع سيرت باكات عبد المنعم وربيعه وابراهيم عشان مروان وفتح. واخد هاني واكرم ناحيه اليمين. في الماتش طب بالنسبه لليمين الشمال في الماتش الاولاني مش موجود محمد حمدي. علاقه فتوحه مين بديله؟ هو من جوه الملعب اعتقد مين؟ اعتقد ما فيش حد يقدر يلعبها غير كوكا. اقرب واحد يعني اقرب واحد هيبقى كوكا. عشان كده هو ممكن يكون اخده للحته بتاعه. هو كوكا يا جماعه برضه خلي بالكم ما بيلعب يعني
في الخطا انا ما بنتكلمش ان شاء الله بعد الشر يعني. خلي بالك يا فاروق انت بتقول بديل يعني معنى كده على الاقل اللي هيلعب هيلعب شوط على الاقل اللي هيلعب هيلعب شوط ما تضمن ربنا يستر يا عم انت انت هتمر خلي بالك الحسابات معقده جدا للمدرب بس برضو برضو اكرم لعبها ومحمد هاني لعبها بس الكلام دلوقتي غير غير الـ 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 الوجود المره اللي فاتت بتاع المنتخب ممكن بمعنى تعدل الخطه نفسها فتوح كان ما كانش اصلا جاهز بدنيا أيوة لكن فتوح لعب ماتشات الفتره اللي فاتت فواقف على رجليه يقدر يكمل 90 دقيقه في الماتش الاولاني انا بتكلم مين مثلا لقدر لحظه بيقول لك احتياطي لو عشان حمدي زرات فايل طبعا هيبقى عادي على فكره ممكن هاني يلعبها خلي بالك ايطاليا ايطاليا قعدت مثلا 10 سنين ما بيلعبوش باك ليفت مالديني وزامباروتا وكلهم باكات ليفت كده يعمل النادي الاهلي ومنتخب مصر كان بيلعب احمد فتحي باك ليفت كابتن حسن كان بيلعب شادي في كاس امم افريقيا 2008 كان بيلعبه باك ليفت لا واحمد فتحي لعب سردباك والله احمد يعني 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 تتلعب بقول لك شادي لعب باك ليفت محمد عبد الله لعب في الاسماعيلي كتير باك ليفت انا لعبت في القناه كتير باك ليفت مش قصه المهم تبقى عارف تقف ازاي صحيح طيب احنا وقتنا انتهى بس خليني قبل ما اختم معاكم كابتن بس اقول قائمه نادي الزمالك بكره في ماتش الاتحاد والزمالك هي الزمالك ما بعد بطوله افريقيا او الكونفدراليه الافريقيه تعادل مع مودرن فيوتشر لكن دي القائمه الخاصه بنادي الزمالك غدا بامر الله طبعا امام حضراتكم محمد عواد محمد صبحي عمر عبد العزيز عمر جابر حسام فين عند نقطه بس يا فاروق معلش عشان اقول القائمه اقول النقطه اللي عايزها ياسر حمد احمد فتوح حمزه المسلوسي دونجا محمد شحاته محمد اشرف رؤى احمد سيد زيزو سيد نمار عبد الله السعيد مصطفى شلبي زياد كمال ناصر ماهر ابراهيم نضاي ناصر منسي سامسون سيف الجزيري دي قائمه نادي الزمالك اتفضل يا كابتن بس عايز اقول ان عمر عبد العزيز ده ابني مواليد 2008 معايا في المنتخب ما شاء الله ولد 17 سنه مبشر جدا واتوقع انه يبقى حاجه كويسه في الحراسه في مصر يعني حلو لا جون كويس جدا ما شاء الله يعني فكره الانضمام للفريق الاول طبعا 16 سنه ما كملش ال 17 فوجوده دلوقتي وكان موجود في ماتش الاتحاد الاولاني خلي بالك الدور الاولاني اللي هو من كام شهر من شهر ونص كان الدور الاولاني ماتش كمان نسينا نبارك له اصلا للدكتور يعني وربنا يوفقه ان شاء الله جهاز محترم يعني لا يعني صاحب المباركه موجوده يا رضوان ربنا يعزك ربنا يكرمك امبارح كان في نهائيات كتير قوي اسيا افريقيا نهائي كاس المانيا نهائيات موجوده في اوروبا احنا لسه نهائياتنا بعيده قوي لسه شويه نهائي كاس انجلترا امبارح برضه ونهائي كاس ما انا بقول لك نهائيات امبارح 15 ماتش هذا لسه 15 اسبوع احنا لسه قدام باير ليفركوزن بياخد الكاس المانيا حقق اهو الدوري والكاس حاجه تشرف الراجل وداهم في حته ثانيه وداهم في حته ثانيه خالص خسروا الاوروبي بس بتخسر اديني عشان انتوا بس شباب لسه صغيرين بس حبيبي يا كابتن انا بس انتوا مبطلين بالكم كتير فكره ان لعيب الكوره ما يخلص وبيمسك حاجه كمدرب يبقى لسه ذهنه فريش مع العلم سريعا طبعا الفريش ده ممكن او الذهن الطازه ده يعمل حاجات كتير جدا جدا في فرق كبيره الحقيقه بس هم برضو بيدرسوا وهم بيلعبوا انت عندك ان المشكله لما تدرس احنا ما يا عم ما كانش في الكلام ده على يمين لا ما كانش في الكلام ده على يمين والله والله بص في ناس كتير جدا يا فاروق دارسه بس يعني الموضوع عندنا برضو ماشي مش صح يعني مش بالكفاءات بصراحه يعني بالعلاقات بالعلاقات ولا يعني الكفاءات والله مش كفاءات بجد والله يعني في ناس كتير جدا بص احنا خلي بالك كابتن علي مهل لما طلع نجح طبعا كابتن هاب جلال لما طلع كابتن احمد سامي احمد رؤوف يعني كل الناس الصغيره اللي بتطلع بتنجح اكتر من 50% من الناس الصغيره اللي بتطلع بتنجح فبس هي الفكره عندنا في مصر اللي انت لازم تبقى عندك 60 سنه عشان تمسك فرقه يعني انت قدامك قد ايه لسه احنا 46 سننا من سنك سننا من سنك يا فاروق احسب لنفسك فوزي نورت يا حبيبي يا ربنا يخليك بسنا بعض احنا بس انا اصغر منك اكبر انت اكبر مني انا اصغر نورت شرفت احمد مبروك ليكوا مبروك النادي الاهلي مبروك لجماهير الاهلي ومبروك للزمالك ما ننساش طبعا بطوله السوبر المصريه او الافريقيه هتبقى مصريه بامر الله وبالتالي ان شاء الله ننتظرها وان شاء الله ننتظر منتخبنا الوطني بامر الله في الماتشين اللي جايين امام بوركينا فاسو وغينيا بيساو من دلوقتي لغايه المباراه دي احنا طبعا مساندين للكابتن حسام حسن مساندين لمنتخبنا الوطني ومعاكم اول باول بامر الله في معسكر منتخبنا الوطني ان شاء الله اسبوع على خير.